السلام عليكم. ده الفيديو الخاص بالجزء بتاع الثري فيز اي سي تشوبر. طيب احنا كنا في الاول في السنجل فيز بنتكلم على ايه؟ احنا كان عندنا جاست وان دبليو ان ثري فيز اي سي تشوبر. احنا كنا في الاول خالص اتعاملنا مع السنجل فيز وتعاملنا كمان معاه بشكلين، كان في حاجه اسمها اون اوف كنترول، وكان في جزء تاني اللي هو الفولتج كنترول او اللي هو الفيز انجل كنترول. طيب ده اللي هو كان ايه؟ كان جاست الفيز الواحده شغاله مع اتنين سايستور، وكان واحد فيهم بيفاير عند الالفا والتاني بيفاير عند الفا زائد باي اللي هو بعديه ب 180، اللي هو الجزء البوزيتيف والجزء النيجاتيف. طيب وشفنا بقى الكلام ده كذا كيس، طبعا شفنا مش عارف على ار بس وار ال مش عارف سيريز، وشفنا كان حاجه اسمها ترانسفورمر وهكذا. طب دلوقتي بنتكلم على ايه؟ لا بتكلم ان انا عندي 3 فيز، عندي 3 فولتجز، 3 لاين فولتجز موجودين معايا. طيب اللي هو A كابيتال والبي كابيتال والسي كابيتال. فالفيز بتاعي هو ايه؟ بي اي ان كابيتال اللي هو الفيز ايه بالنسبه للنيوترال، واللاين تو لاين هو البي ال ده اللي هو البي اي بي او بي بي سي او بي سي اي. طيب عاده في السؤال بيديك ايه؟ بيديك اللاين تو لاين على طول بكام؟ يعني يجي يقول لك مثلا الفولت اللاين تو لاين ار ام اس مثلا 208 فولت. ده كده ايه اللي هو اي بي او اللي هو بي سي او سي اي لاين تو لاين ار ام اس. وبالتالي ان السبلاي ده الجزء ده ان يكون متوصل ستار او دلتا مش بيفرق معاك، يعني يكون موصل ستار او دلتا ده مش فارق معاك في الجزء بتاع السبلاي. ليه؟ لان انت في الاول وفي الاخر معاك اللاين تو لاين، ولو انت حبيت تجيب الفيز هتقسم على جزء الثلاثه ودي الارم از فاليوز. الحاجه الثانيه ايه؟ لو انت بصيت دي الفيزا ايه ودي الفيزا بي ودي الفيزا سي، هتلاقي كل فيزا محتاجه اثنين سايستور، كل فيزا متوصل معاها ايه؟ اثنين سايستور. ففيزا ايه واخده سايستور رقم واحد وسايستور رقم اربعه، لو انت شفت كده الفرق ما بينهم هتلاقي انت كمان بتزود 3. طب فيزا بي واخده سايستور 3 وسايستور 5، فيزا سي واخده سايستور 5 دي سايستور 6 معلش اسف دي سايستور 5 ودي سايستور 2. في الاخر هتلاقي البوزيتيف واخد الفردي والنيجاتيف واخد الزاوية، يبقى فيزا اي بي سي ده في الاخر واحد سايستور 1 3 5 في البوزيتيف، وفي النيجاتيف تزود 3 يبقى سايستور 4، تزود 3 يبقى سايستور 6، هنا بس هتنقص 3 يبقى سايستور 2. فده كده في الجزء بتاع البوزيتيف، وده كده عشان يشغل الجزء بتاع النيجاتيف. يبقى كل فيزا واخد 2 سايستور. طب ايه هو الفايلنج سيكونس كده لما نيجي نشوف؟ طبعا مش يعني ده هبان قوي في المساله، لكن هتلاقي ماشي في تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6. ده من اول ايه؟ تقريبا من اول الفايلنج انجل اللي هي بتاعت الالف، مش من اول زي، من اول فايلنج الفايلنج انجل اللي هي الالف. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايزين احنا طبعا نفرض الفولت عشان ما يجي نعمل اي اثبات قانون، تعرف انت هتعوض بايه؟ قال لك انت هتفترض ان البي اس ده البي اس دي الفاليو اللي انت لما تيجي تعوض بيها دي فاليو سنجل فيز ار ام اس، سنجل فيز ار ام اس. طيب ايه جذر الاثنين دي؟ ده عشان هو رسمها في التايم دومين، يبقى الفي اي ان بيساوي الماكسيموم اللي هو جذر الاثنين الار ام اس في اس ساين اوميجا تي، واخد الريفرنس بتاعه هو الفيز عند زاويه ايه؟ في الشيفت بزي. طب يبقى ده كده ايه؟ الفيز. هل انا محتاج اعرف كل ده؟ لا احنا مش بنشتغل على كل ده، هقول بالظبط احنا بنشتغل على ايه دلوقتي. بس انا زي ما رسمت الفيز ايه عايز ارسم اللاين بتاع الايه، في اللاين اي بي واللاين اي سي. هلاقي طبعا ده الجزء بتاع الماكسيمم بتاع الفيز، لو ضربته في جذر الثلاثه يبقى جذر 2 جذر 3 جذر 6 في اس ساين اوميجا تي، اللاين بيساوي الفيز ب 30 درجه يبقى زائد 30 ديجري. طب اي سي نفس الماجنتيود اللي هو جذر 6 في اس ساين اوميجا تي، هتلاقي الاي بي الاي سي متاخر عن الاي سي بناقص 60، اللاين تو لاين مع اللاين تو لاين فارق ب 60. لو هو اي بي اي سي اللي انتوا حافظينه اللي هو كان بيفرق 120 كان اي بي بعدين بي سي بعدين سي اي، ده اللي كان بيفرق 120، لما من لاين تو لاين اي بي بيجي وراه الاي سي متاخر عنه ب 60 درجه. فلما اجي اقول 30 ناقص 60
يبقى ال ناقص 30. طيب ده كده ايه؟ دول تقريبا الثلاثه فولتجز اللي انا محتاجهم دلوقتي. طب ده ليه؟ عشان انا وانا بحسب وانا عايز اطلع الاوتبوت انا المفروض اطلع ايه؟ عايز اطلع في اي سمول اللي هو في اي ان سمول او في بي ان سمول او في سي ان سمول اللي هو الفولت الايه؟ الموجود عند النود ده او النود دي او النود ده. طيب في الاخر برضو احنا بنشتغل على ايه؟ عاده بنشتغل على في اي ان بس. طب عايز تجيب الفي بي ان هو نفسه الفي ان بس هيكون شيفت ب 120، يا اما في بدايه الاناليسيس خالص تركز مع الفي بي ان. لو عايز تجيب السي ان هو برضو متاخر عن الفي ان ب 240، او في البدايه خالص في الاناليسيس تركز على الفي سي ان. طب هو تقريبا كل سيكشن النهارده احنا بنشتغل على في ان بس، وعاده كان طول الوقت بنشتغل على في ان، ما حدش بيشتغل على اي حاجه ثانيه. والله لو كان طلب في بي ان كنا بنيجي في الاخر ساعات نعمله فيس شيفت ومش هنعرف نعمل الشيفت بتاع 120، كنا ممكن نركز على الفي بي ان في البدايه خالص بنفس الطريقه يعني ان احنا نمشي بيها في السيكشن. بس في الاول في الاخر انا ايه اللي انا بركز فيه عندي هو ايه؟ البي ان. طيب تعال بقى نشوف ايه بالظبط الفولتجز اللي انا محتاجها، ودي هتديبند على البوسبيلتيز اللي ممكن تطلع على البي ان سمول. خلاص انا دلوقتي بركز على البي اوتبوت بتاعي هو البي ان، البي ان سمول اللي هو الفيز اوت على اللود، فيز اوتبوت على اللود. ما تشغلش دماغك بالكلمه دي ماشي لازم اخلص. لو في الاخر هو البي ان سمول هو ده اللي احنا مركزين عليه. اول حاله لما يكون شغال عندي مثلا، هو طبعا الحاله دي مش صح قوي، بس مثلا افترض مثلا ان انت كاتب ان في فيز واحده بس اللي متوصله. يعني ايه فيز واحده بس اللي متوصله؟ يعني سيرست الواحد بس اللي موصل. مثلا انا كان عندي كده ادي فيز A كابيتال، فيز B كابيتال، فيز C كابيتال، اللي هو AN كابيتال وBN كابيتال وCN كابيتال. وكان عندنا هنا طبعا في هنا سيستو وسيستو تاني وسيستو 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 وسيستو. افترض مثلا سيستو الواحد بس اللي كان موصل، فده هو اللي شورت سيركت متوصل مع الريزيستنس بتاعه. وعندي اللوب بتاعي عباره عن واي ستار عباره عن ثلاثه ريزيستنس. النقطه دي اللي هي كانت الاي ودي الان، دي طبعا بي سمول ودي بي السي. فكان ايه اللي طالع؟ طبعا الكارنت هنا اصلا ما فيش كارنت، وبالتالي اصلا السيرستو ده مش شغال. بس احنا بنقول مثلا لو هو كان سيرستو لوحده شغال فما فيش اي كارنت اصلا، فالفي اي ان سمول هو نفسه البي بي ان سمول هو نفسه البي سي ان سمول بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. ده كده اول حاله عندي خالص. ثاني حاله لما يكون عندي اثنين فيز بس كوندكشن، يعني اثنين سيرستو بس شغالين. وطبعا منطقي جدا اكيد الاثنين سيرستو مش هيكونوا على نفس الفيزا، يعني لان ده اصلا مستحيل يحصل. يبقى اكيد في فيزا مثلا من اللي فوق مع فيزا مثلا A مثلا مع فيزا B، في واحد مثلا فردي شغال واحد زوجي شغال وهكذا. تعالوا مثلا نشوف مثلا الحاله، مثلا في ثيستور من فيزا A متوسط ده لو شورت سيركت هنا مثلا، وفيزا B عندي هنا ريزيستنس وادي ريزيستنس ده. طب وفيزا C لا مش شغال اصلا. فيزا C في A ادي R وR وR. ساعتها البي ان بيساوي ايه؟ لما انا بقول كده في فيستين متوصلين، يعني انا واصل عندي هنا كده بي اي بي ده اللاين تو لاين فولت بي اي بي متوزع على اثنين ريزيستنس ايكوال، يبقى اكيد هيتوزعوا بالتساوي. يبقى البي اي ان هنا في الحاله دي هتساوي البي بي ان هتساوي بي اي بي على اثنين، ده اللاين تو لاين فولت على ايه؟ على اثنين. طب مثلا في نفس الكيس دي لو كان مثلا فيزا اي وفيزا سي متوصلين، ممكن فيزا بي وفيزا سي او ممكن فيزا بي وفيزا سي، لكن انا في الاول وفي الاخر بركز على فيزا ايه. فتعالوا مثلا برضو نقول كذا حاله دول عندي ثيستور من بتوع فيزا ايه شغالين ادي ريزيستنس، وفيزا بي مش شغال منها اي ثيستور، وفيزا سي شغال منها ثيستور. فده كده ايه؟ بي سي. هنا طبعا ده اللي هو ايه؟ الانبوت. فبرضو ايه اللي متوصل هنا؟ هلاقي هنا كده دخل عندي في اللاين برضو ايكوال ريزيستنس، يبقى اتوزع عليهم بالتساوي. يبقى ساعتها هلاقي بي اي ان هيسيب في اللاين فولت اي سي على 2. طب لو كان مثلا بي مع السي هي اللي شغاله، هتلاقي كده فيزا ايه مفيش حاجه منها شغاله والاثنين دول متوصلين، واحد من ايه؟ من فيزا بي واحد من فيزا سي. فلاقي البي ان بيساوي اصلا زيرو على طول، لكن طبعا البي ان والسي ان بيساوي زيرو. ساعتها هما اللي ايه؟ البي بي سي يبقى بي بي سي على اثنين، هيتوزع عليهم الفولت ايه؟ بي بي سي. لكن انا مهتم بالاوتبوت ايه؟ بي ان. فيبقى لو في ان متوصل مني هو لوحده دلوقتي طبعا حاجه مش هتحصل يعني، تبقى بزيرو. لو متوصل مع حاجه ثانيه من بي او السي يبقى واخد اللاين تو لاين على اثنين. لو الاي متوصل مع الفي يبقى واصل بي بي ان بي اي بي على اثنين، ولو الاي متوصل مع بي وسي هما متوصلين يظل ايه؟ زيرو على الاي ان. طيب ثالث حالة
لو الثلاثة متوصلين في ثلاثة فيزز شغالين، يعني في ثلاثة سايستو متوصلين، في سايستو من فيزا A شغال، سايستو من فيزا B شغال، سايستو من فيزا C شغال. في الاخر برضو احنا ايه بنتعامل مع السايستو ان هو ايدل سويتش، لما اقول شغال يبقى شورت سيركت. ده نقطة A B و C سمول، وهنا طبعا ده الانبوت A B C. ايه القصة هنا؟ لا دي دايرة 3 فيز بقى عادي جدا، وبالتالي هلاقي الـ VN هو نفسه الـ VAN بتاع الفيز. طبعا نفس الكلام بالنسبة للـ VDN، يبقى VDN في VCN يساوي VCN. يبقى ده كده ايه؟ الـ input phases هي نفسها الـ output phases، يبقى الـ VAN شغال على ايه؟ VN. لو احنا جينا شفنا كده في possibilities تاني اللي عدي، ساعات بيطلع زيرو، ممكن يطلع زيرو، ممكن يطلع VAP على 2، ممكن يطلع VAC على 2، يا اما يطلع VAN. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ثلاثه فولتجز اعرف اقسم، اقسم VAN الفيز، اقسم لاين تو لاين AP على 2، واقسم لاين تو لاين AC على 2. هما دول انا ايه محتاجه. تعالوا بقى نرجع كده مثلا، ايوه هنا انا هنا كنت بقول AP وادي الاي سي، محتاج اقسم كل واحده من دول على 2. يبقى انا لما اجي ارسم انا عايز ارسم الـ VAN اللي هي عباره عن جذر 2 VS ساين اوميجا تي، و VAP على 2 اللي هي عباره عن جذر 6 اللي جذر 6 على على ال 2 VS ساين اوميجا تي، لكن دي زائد 30، و VAC على 2 اللي بتساوي جذر 6 على 2 VS ساين اوميجا تي ناقص 30. انا في الاخر عايز ارسم ثلاث رسومات، فيز لاين تو لاين على 2 ولاين تو لاين على 2. انا في الاخر عندي كام مود ممكن اشتغل عنده. المود بتتحدد على اساس الفايرنج انجل الفا. يبقى انا في عندي ايه كذا مود. اول مود ان يكون الفايرنج انجل الفا دي اكبر من او بتساوي زيرو واصغر من 60، وتاني حاجه ان يكون الالفا دي اكبر من او بتساوي 60 لكنها اصغر من 90، وتالت حاجه ان يكون الالفا أكبر من أو بتساوي 90 لكنها أصغر من 150، وطبعا في حالة رابعة كده إن يكون الألفا أكبر من أو بتساوي 150. الحالات اللي فيهم شغل هو إيه؟ أول ثلاثة دول اللي إحنا بيبقى فيهم شغل الرسومات، رابع حاجة دي أصلا هيبقى الأوتبوت بتاعك زيرو على طول، مش مفيش أي سايستور هيحصل إيه؟ هيحصل له فايل. طيب يبقى إحنا محتاجين ندرس ثلاث حالات دلوقتي، نقعد نرسمهم ونطلع منهم أي كالكوليشن، وهنلاقي واحدة فيهم أصلا فيها مسألة في الشيت. كان الشيت محطوط عليه مسألتين بس على الجزء ده كده كله على الثلاثة مود، حاطط مسألة واحدة، فممكن أصلا يغير عن مسائل الشيت، فممكن تشوفوا إيه مسائل قديمة ولا حاجة. طيب في الآخر إيه هي خطوات الحل كده؟ لما أجي أحل مسألة الثري فيز، أول حاجة حدد المود اللي أنت شغال فيه، علشان على أساس المود هنبدا نعوض بالفايلنج ونطلع ايه كالكوليشن، والرسومات كمان هتختلف. يبقى اول حاجه انا عايز اعرف المود بتاعت الالف، هل هي من 0 ل 60 ولا من 60 ل 90 ولا من 90 ل 150؟ ثاني حاجه محتاج احدد كل سايستور شغال من كام لكام، شغال من مثلا كام ديجري لحد كام ديجري، مثلا من انجل مثلا 0 لانجل 30 مثلا. لاقي كل سايستور عندي كام سايستور في الثري فيز، عندي 6 سايستور زي ما قلنا كده، الزوجي ده الجزء النيجاتيف والفردي هو الجزء البوزيتيف، وفيزا واحد واخده 1 و4، فيزا 2 واخده 3 و6، فيزا 3 اللي هي فيزا سي واخده 5 و2. طيب بعدين باجي اعمل كده تيبل، التيبل ده بيبقى فيه ايه؟ كل انترفل لكل سايستور بيبقى فيه، هنشوفه يعني بعد شويه، هنشوف كل سايستور هو شغال والاوتبوت كمان ايه طالع بكام، ومين السايستور اللي شغال. رابع حاجه اجي ارسم بقى اصلا الويبز بتاعتي واقول لك ازاي ترسمها بمسطره الساين اللي معاك. وخامس حاجه بقى تبدا تشوف مثلا انت عايز تحسب الار ام اس او تحسب باور فاكتور مثلا او هكذا. طب ازاي ترسم اصلا؟ انا بقول ان انا عندي في سنجل فيز مثلا بي اس او كان جذر 2 بي اس، وعايز ارسم اللاين تو لاين على 2. ايه اللاين تو لاين على 2 ده؟ ده اللي انا المفروض اضرب في جذر 3 واقسم على 2، واضرب في جذر 3 واقسم على 2. كل فكره الانجلز بقى هي اللي بتتغير ايه؟ اللي هو زائد 30 ناقص 30.
إذا كده إيه ناقص 30؟ أول حاجة تعالى نتكلم عن الماجنتيود. الماجنتيود اللي هو عبارة عن المفروض جذر جذر 2 وكده، المفروض جذر 2 اللي هو جذر 2 في اس ده هتحطه ب ساين اكس على المسطره بتاعته، يعني الماجنتيود بتاعه بكام؟ بواحد، اللي هو 1 ساين اكس. يبقى الواحد ده بيمثل جذر 2 في اس. طب الجزء الثاني اللي هو اي بي على 2 واي سي على 2 ازاي نقسمهم؟ هتلاقي في المسطره برضو في ماجنتيود كده ثاني محطوط عليه جذر 3 على 2 ساين اكس. يبقى انت كده راسم صح، كانك خدت الواحد هو جذر 2 في اس، وطبعا هنا الواحد ده اللي هو جذر 2 في اس مضروب في جذر 3 ايه على 2. هتلاقي دي ودي ما عندك في المسطره بتاعتك اللي هي بتاعت الساين، وهتلاقي طبعا بلس 30 او ناقص 30 اما انت تحسبها بالمسطره، مش عارف كان ال 30 دي تقريبا كانت نص سم او حاجه زي كده يعني. او هتلاقي برضو في الساين ويب كده في فتحات عندك، كل ايه كل فتحه مش عارف ايه عامله 30 درجه باين او حاجه كده. فتعلم طبعا بلس 30 او ناقص 30 وتبدا ترسم ايه الانجلز بتاعتك او اللاين تو لاين على 2. ده كده ايه انت ايه في الحته بتاعت ازاي ترسم اصلا ايه الاوت. طيب تعال بقى نبدا كده في اول مود. اول نود ان الالفا تكون اكبر من او بتساوي زيرو واصغر من ال 60. احنا قلنا ايه؟ اول حاجه احنا خلاص حددنا النود بتاعنا، عايزين نعرف كل سيستو شغال من كام لكام. كان عندي فيزا ايه معاها سيستو الواحد ومعاها سيستو اربعه. طب وفيز بي معاها سيستو 3 وسيستو 6، وفيس سي معاه سيستو 5 وسيستو 2. طيب احنا بنحفظ ايه؟ بحفظ الفايرنج بتاع تي 1 في كل مود. طيب الفايرنج بتاع تي 1 هنا في المود ده اللي هو من 0 ل 60 هتلاقي بيبدا بيفاير عند زاويه اسمها الفا ويقفل عند زاوية 180 أو اللي هي الفار. طيب كده أنا حفظت أول واحدة خلاص من ألفا ل 180. طب عايز أعرف تي 3 أدام بتتحرك من فيز لفيز زود 120، لأن الفيز هتبقى متأخرة عن الفيز التانية ب 120، فهزود 120 على إيه؟ على الفايرنج بتاعي. فهلاقي هنا ألفا زائد 120 و 180 زائد 120 اللي هي كام؟ 300. طب من فيز بي لفيز سي زود 120 يبقى الفا زائد 240 ل 300 زائد 120 يبقى كام؟ 420. البدايه والنهايه بتاع كل سيستور. طب انا كده جبت اول حاجه اللي هو الاوت سيستورز او اللي هو من تي 1 ل تي 5. قيس لي بقى الزوجي، هتلاقي الايفن ده على طول اللي هو نفس الفيز، يبقى من تي 1 للتي 4 ده نفس الفيز، يبقى بعديها ب 180 تزود بقى كام؟ 180. في كل واحد هتزود الانجل بتاعته 180، تجمع هنا 180 وتجمع هنا كام؟ 180. فتبص تلاقي عندك هنا الفا زائد 180 لحد 360. طيب هتجمع هنا يبقى عندك الفا زائد 300 لحد 480. تجمع هنا الفا زائد 240 على 180 يديك الفا زائد 420، و 420 زائد 180 يديك كام؟ 600. طب كده انت معاك ايه؟ خلاص دلوقتي انا عملت تاني خطوه، عرفت كل سيستور هيفايل عند كام، وقلنا تي واحد بس هو ايه اللي انا بحفظه، وازاي من فيزا ايه لفيزا بي ب 120 ومن فيزا بي لفيزا سي ب 120، وازاي في نفس الفيز السيستور الثاني بزود كام؟ بزود 180. طب بعدين عايز اعمل التيبل اللي احنا قلنا عليه. بيبقى فيه ايه التيبل ده؟ بيبقى اول هيت كده بيبقى فيه حاجه اسمها انترفال اللي هي الفترة بتاعتك انجل من كام لكام. تاني حاجة مين السيستو اللي شغالين. تالت حاجة بحط حاجة اسمها equivalent circuit، حاجة كده سريعة جدا عشان اعرف اطلع البي اوتبوت اللي انا محتاجه اللي انا عندي هنا بي اي ان. يبقى ده كده ايه الهيدنج بتاع التيبل نفسه. طيب عشان اكمل بقية المسألة عايز اختار الفا معين وابدا اطبق عندك. انا هختار الفا بكام دلوقتي؟ طبعا احنا نزيله 60، انا هختار دلوقتي اشتغل عند الفا ب 30 درجه. ده دلوقتي ايه الاكزامبل اللي انا ايه هحله.
تيجي تعوض هنا بالألفا ب 30، تعوض هنا بالألفا ب 30 وهكذا. تعال بقى نكتب كده الأرقام دي. إحنا قلنا كده تي 1 كان بيفايل من الألفا اللي هي ب 30 لحد 180. طيب تي 3 كان بيفايل من، لما تيجي تعوض كده كان هتلاقي ألفا زائد 120 اللي هي هتلاقيها 150، وكانت لحد 300. هكتب بقى على طول تي 5 هتلاقي اللي هي 150 زائد 120 فيها 300 و270، و300 يبقى فيها كام؟ 420. تي 4 130 زائد 180 هتلاقي 210، بعدين 180 زائد 180 360. تي 6 تجمع هنا 180 هتلاقيها 330، وبعدين هيبقى 480. وتي 2 لما تزود هنا 180 هتلاقيها 450. 420 زائد 180 بكام؟ 600. طب في بس هنا حاجه كده بتعملها، لو الانجل بتاعتك عدت ال 360 رجعها تاني، يعني شيل منها 360. ليه؟ لو انا بقول مثلا انا عايز ارسم السيركت بتاعتي بالشكل ده، ده مثلا 360، وانا عايز ارسم مثلا من بعد ال 300 او من بعد ال 360 يعني هنا مثلا، انا عارف اللي هو شغال هنا، فده معناه ان هو متكرر قدام كده، يعني جاي تاني من انجل رقم 0، فانا عايز اعرف هو في الحته اللي قدام دي كان ايه بيساوي كام. فانا مثلا عندي 30 ل 180 ده عادي، من 210 ل 360 برضه ما فيش فيها مشكله في الرينج بتاعها، من 150 ل 300 ما فيش مشكله، 480 عدت فتيجي تشيل منها كده 360 هتلاقيها اديتك 120. برضو تعملها هنا كده كمان هتلاقي 360 فيها كام؟ ناقص 30. ناقص 30 دي معناها ايه يعني؟ لما انت تيجي تحط الانترفلز بتاعتك يعني من الزيرو، انا هبدا في الانترفلز من اول زيرو، فمن ناقص 30 يعني اكيد هيعدي ايه؟ على الزيرو، كانه شغال عندي في الرسمه من زيرو 120. طيب 270 ل 420 برضو هشيل منها 360 هتلاقي دي بقت 60، وهتلاقي دي بقت ناقص 90 يعني موجوده برضو من الزاويه اللي اسمها زيرو. ال 300 ال 600 هيبقى فيها 240 لما اشيل منه 360، وال 450 هيكون زاويه 90. لو جيت كده بصيت بعدين باجي بقى ايه احدد حاجه اسمها الباوندريز بتاعتي، او من اول انترفيز انا عايزها ارسم من اول ايه زيرو، بعدين ابدا ارتب بقى الانجلز الموجوده عندي لكل ثايستور من الصغير للكبير. فمثلا اصغر حاجه عندي بعد كده رقم 30، من بعد الزيرو عندي كام؟ رقم 30. بعدين عندي لو بصيت هتلاقي فيه 60، شايفين ال 60 اهي موجوده اهي 60. بعدين في عندي 90. تقعد ترتب كده ايه كل الانجلز الموجوده عندك. بعدين هتلاقي تقريبا 120 اللي موجوده هنا. بعدين 150، وعندك بعدين 180، 210، 240. هتلاقي هنا طبعا ماشيه بثلاثينات لكن مش شرط، يعني مش شرط هتلاقيها ماشيه بنفس الموضوع. بعدين 270، 300، 330، 360. دي يعني انت ايه رجعت للزيرو مره ثانيه، خلاص كنت عملت سايكل كامله، خلاص مش محتاج تعمل اكتر من كده. تعال بقى نعمل كده الانترفيز اللي عندنا. اول حاجه كده عندنا هنا الانترفل، تاني حاجه السيستم شغاله، بعدين قلنا عايزين نعمل حاجه اسمها equivalent circuit، بعدين قلنا ايه البي اوتبوت اللي هو البي اي بي ان اسمه اللي هو ايه الاوتبوت بتاعه هيطلع بكام. تعالوا مثلا اول انترفل كان من الزيرو لحد تاني رقم هنا اللي هو كام؟ 30. مين الثايستو اللي شغاله؟ لو رجعت كده فوق اشوف مين الثايستو اللي شغاله، ثايستو واحد بادئ من 30، ثايستو 4 من 210، ثايستو 3 من 150، ثايستو 6 من نيجاتيف 30 يعني موجود عندي خلاص ده كده موجود دلوقتي، ثايستو 6، ثايستو 5 من ناقص 90 يبقى كان ايه؟ موجود، انما ثايستو 2 من 90 يبقى شغال عندي دلوقتي كام؟ تي 5 وتي 6. شغال عندي ثايستو تي 5 وتي 6. طيب الايكوفالنت سيركت
هعملها لك دلوقتي، هعملها لك كده لمده مثلا 2 أو 3 انترفل، وانت بعد كده ايه هتعملها لوحدك. احنا قلنا فيز A كده فيها طرفين، وفيز B فيها طرفين، وفيز C فيها ايه؟ فيها طرفين. اللي شغال 5، هنا 1 وهنا 4 مش شغالين، 5 دي هنا 3 وهنا 6، يبقى ده اللي شغال. طيب بعدين هتلاقي 5 و2 اللي شغال رقم 5، ودي هنا ايه؟ ريزيستنس، وهنا ايه؟ ريزيستنس. طبعا ماشي، طبعا دي اللي ايه؟ نيوتن، وعندي هنا كمان ايه؟ ريزيستنس اهو، ده اللي احنا كنا بنشتغل عليه من شويه اللي انا قلت لكم. فيزا ايه؟ فيزا ايه كابيتال، وبي كابيتال، وسي كابيتال، وهنا فيزا ايه؟ ايه وبي وسي. هتلاقي الاوتبوت على الدي ايه بيساوي زيرو، يعني دي ان بيساوي كام؟ بيساوي هنا زيرو. بالرغم ان هو في طبعا دايره شغاله، لكن هيبقى في اوتبوت على البي والسي. الفيزا ايه اللي انا شغال عندها الاوتبوت بتاعها كام؟ بزيرو. ده كده اول انترفيو. بعدين عندي من 30 ل 60. لما نيجي كده نرجع تاني من اول ال 30، في واحد هيشتغل معايا دلوقتي، في واحد كده معايا، في 5 لسه، او في 3 قصدي لسه، في 4 لسه، في 6 من ال 30 ل 60 دي شغاله تقريبا من الزيرو ل 120 على الرسمه بتاعتي، ان هو شغال اكشن من نيجاتيف 30، يبقى برده معايا، يبقى في 1 وفي 6 معايا، في 5 موجود اصلا لان دلوقتي شغال من ال 30 ل 60، وهو لسه ما شيء يعني لسه معدي من الزيرو، لسه ما وصلش ال 60 اللي هيبقى عنده، وتي 2 ده كده مين شغال عندي؟ شغال عندي تي 1 وتي 5 وتي 6، يبقى تي 5 تي 1 وتي 5 وتي 6. طبعا واضح قوي ان في 3 سيرفرز شغالين، يعني 3 فيزز متوصلين، يعني هتلاقي هنا كده في حد شغال الفرد يعني فوق، مش هيفرق معاك بقى فوق ولا تحت اكشولي يعني الصراحه، هما في الاول في الاخر في 3 شغالين، فهتلاقي في 3 فيزز متوصلين عادي جدا، ودي ار ودي ار ودي ان، وهنا طبعا A و B و C، فهو قال لنا ده الاوتبوت بتاع الثري فيز عادي جدا، انه يطلع لي V A N كابيتال اللي هو الفيزا A. طيب الانترفال اللي بعد كده من 60 ل 90. خلاص بقى مش هنعمل رسمه الايكوبلنت سيركت مره ثانيه، انت المفروض خلاص كده عرفت شغال ازاي، او ممكن نعمل مثلا زي ما احنا شرحنا في الاول، يعني ممكن نعملها مثلا نعمل دي كمان، وبعد كده مش هنعمل ايكوبلنت سيركت ونكتب بقى على طول التبل عشان نفع نفسه. طيب من 60 ل 90 هلاقي تي 1 لسه مكمل معايا، مفيش اي مشكله لان ده لسه هيطلع عند 180، ده لسه ما اشتغلش لان دلوقتي من 60، ده لسه ما اشتغلش برده، ده موجود، تي 6 موجود، تي 5 هيطفي لان انا عديت ال 60 دلوقتي خلاص من اول 60، ومن 60 ل 90 يبقى برده تي 2 لسه ما اشتغلش، فمين اللي مكمل بقى معايا؟ تي 1 وتي 6. مكمل معايا دلوقتي ايه؟ تي 1 وتي 6. تي 1 يعني في حاجه موصله فوق، تي 6 اللي هو في فيزا بي اللي هو 3 و6، وده ايه؟ اوبن سيركت. وبالتالي ار وار وار وصل عندي اي كابيتال وبي كابيتال داخل على الاي وبي، فلاقي دلوقتي بي ان يساوي ايه؟ لما توزع عليهم اللاين تو لاين اي بي يبقى دلوقتي بيساوي اي بي على 2. تمام؟ وكل مره بقى في كل انترفيل ترجع تشوف مين السيرفرز اللي شغالين واسم ايه الابو بتاعه. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هكمل بس التيبل عند كل انترفيل هحط ايه؟ من السيرفيس اللي شغاله والاوتبوت على طول. فاحنا وصلنا من كام لكام؟ وصلنا من 60 ل 90، في عندي من 90 ل 120، هتلاقي سيرفيس 1 في 2 و6، والاوتبوت بتاعك هيبقى بي ان، وفي من 120 ل 150 هتلاقي سيرفيس 1 و2، هتلاقي الاوتبوت بتاعك اي سي على 2. في بعد كده من 150 ل 180 هتلاقي ثريستوس اللي شغاله 1 و2 و3 والاوت بتاع البي ان، وبعدين هتلاقي من 180 ل 210 هتلاقي تي 2 وتي 3 مشغالين والاوت بزيرو، وبعدين هتلاقي من 210 ل 240 ثريستوس 2 و4 2 و3 و4 شغالين والاوت بتاعك بي ان، بعدين من 240 ل 270 هتلاقي 3 و4 اللي شغالين والاوتبوت بتاعك بي اي بي على 2، بعدين من 270 ل 300 هتلاقي سيستو 3 و4 5 والاوتبوت بي ان، بعدين هتلاقي من كم هنا كده 330 من 300 ل 330 اللي شغال عندك تي 4 وتي 5 والاوتبوت
بي اي سي على 2 من 330 من 360 هتلاقي تي 4 و5 و6 واللي طالع بي ان. طب كده المفروض احنا ايه كونا التيبل بتاعنا لكل ايه الانجز بتاعتي او لكل فاوندز اللي عندي، وعرفت في كل حته استريست مين اللي شغالين والبي اوت شكله عامل ازاي. حاجه برضو هنا كده انت هتلاقيها، هتلاقي دايما دايما عندك يا اما 2 او 3 سيرفيس شغالين، ده فين؟ في الرينج بتاع من 0 ل 60. يبقى لو جينا كده رجعنا هنا من الرينج بتاع من 0 ل 60 هتلاقي دايما 2 او 3 فيزز او سيستول ايه بيكون ده شغالين في اي ايه في اي انترفل، يا اما 2 او 3 سيستول او معناها يعني برضو 2 او 3 فيزز ايه متوصلين في اي ايه فتره، بس ده منين؟ في المود بتاع الاصفر من 0 لحد 60. طيب كده عملنا الانترفلز، عايزين بقى ايه نرسم الاوتبوت بتاعنا ونحسب كده شويه كالكوليشن. هذا عندي ايه 30. اوكي طيب اصلا مش عارف واضحه ولا مش واضحه قوي يعني، بس حاول يعني نوضح على قد ايه. طب احنا قلنا ايه ده كده الانجل اللي هي 0، هتلاقي اللي هنا دي اللي هي 30 وبعدين 60 وبعدين مش عارف 90 وهكذا. اللي مرسوم هتلاقي اللي فوق خالص ده كده اللي هو ايه ال VAN اللي هو الفيز، وده ايه ده اللاين تو لاين على 2. طبعا ده اللي هو متاخر ب 30 فده واضح ان هو بي اي سي على 2، وده اللي هو مسابق ب 30 ده اللي هو ايه بي اي بي على 2. برده واضح قوي ان البي اي سي على 2 والبي اي بي على 2 اصغر شويه من الفيز، عشان احنا قسمنا جزء 3 على 2 مش ضربين بس الجزء 3. فهنا ده اللي هو الهاف بتاع اللاين اصغر شويه من ايه اصغر شويه من الفيز. طبعا احنا قلنا لما يبقى بوزيتيف 30 معناه ان هو بيترسم قبل الزيرو ب 30، ده اللي هو هنا هتلاقي البدايه بتاعه الاي بي، ولما يكون ناقص 30 يبقى هو متاخر شويه، هتلاقي النقطه دي اللي هو ابتدى يرسم من عندها اي سي على 2. الحاجه دي مهمه قوي نفتكرها وما تتلخبطش فيها. طيب دلوقتي احنا عندنا انترفلز متقسمه بكل شويه ب 30 درجه، فعايزين نرسم ايه؟ طبعا في الرسمه دي هنرسم البي ابوت وهنرسم تاني السايستول شغالين ازاي، بعد كده انت هتعتمد على نفسك ايه في السايستول ونشتغل بس على الابوت في الاثنين مودز التانيين. طيب احنا بنقول من 0 لحد ال 30 لو جينا كده للتيبل بتاعنا برضه هرجع المره دي هتلاقي الاوتبوت كان بكام؟ كان ب 0 من 0 ل 30 الاوتبوت ب 0. طيب هترجع انت بقى ايه تماتش مع التيبل كده كل انترفل، يبقى من 0 لل 30 الاوتبوت كان بكام؟ كان ب 0. طيب من ال 30 لحد ال 60 اللي هي الانترفل الثانيه كان الاوتبوت عندي بكام؟ بي اي ان ماشي على الفيز. فين الفيز؟ قوم طالع هنا كده على الفيز من عند ال 30 ماشي على الفيز اللي هو ايه الجزء اللي هو الداش ده مش عارف ده اسمه مش معلم. طيب من 30 ل 60 ابتديت من 60 ل 90 ابتديت انقل على اي بي على 2 اللي هو فين؟ اللي هو الجزء ده كده اللي هو اي بي على 2. طيب من 90 ل 120 مشيت على رجعت تاني للفيز طلع اول الفيز لمده 30 اللي هو ايه لحد 120 مشيت على الفيز، وبعدين من 120 ل 150 مشيت على اي سي على 2 اللي هو الجزء الثاني ده طيب، وبعدين من 150 ل 180 نزلت بقى على الفيز مره ثانيه لحد ايه 180. بس هي الرسمه طلعت ايه مش لذيذه قوي، بس المهم ان هي تكون فاهمينها زي احنا رسمنا الرسمه. مش عارف لو عملنا ايريز اللي هيحصل. دي اللي عند الزاويه 30 يعني طلع على الفيز اللي هو بي ان، وبعدين نقل على اي بي، وبعدين رجع تاني للفيز، وبعدين نقل على اي سي على 2 ده اي بي على 2 اي سي على 2، وبعدين ينزل تاني للفيز لحد ما ايه 180 اللي هي الباور. بعدين هنلاقي بقى من بعد 180 لمده 30 من 180 ل 210 زي ب 0 ممكن لو عملنا زوم
هنا اهو من 180 لحد 210 هنلاقيها بزيرو، بعدين يمشي على الفيز لمدة 30، بعدين هيرجع على بعدين هيمشي على الـ AP على 2، بعدين هيرجع على الفيز مرة تانية AP على 2، بعدين ايه هيرجع على الفيز مرة تانية مدة 30، بعدين هيمشي على AC على 2 مدة 30 برضو، بعدين يرجع للفيز مرة تانية لحد 360. دي ايه دي الرسمة بتاعتها؟ ده كده ايه؟ احنا رسمنا المفروض كده ايه البي اوت بتترسم عدد من 0 ل 360، اللي انا كنت محضر لهم الانترفلز بتاعتهم في ايه؟ التيبل. مجرد بس تيجي في كل فترة تشوف انت ماشي على ايه ثم ايه؟ دايس عليه مش عارف. طيب برضو بالمرة كده عايزين نرسم كل ثيستور شغال من كام لكام بالمرة المرة دي يعني. فعندنا مثلا ثيستور واحد، وعندنا ثيستور اثنين، عندنا مش عارف ثيستور ثلاثة أربعة، بعد كده ايه خمسة. ماشي نحاول بقى ساعتها نعمل زوم اوت كده. ثيستور واحد قلنا شغال من كام لكام؟ ثيستور واحد بدأ من أول الثلاثين، فضل شغال لحد 180. ده كده ايه؟ انا اللي برسمه ده مش الكرنت بتاع السايستور، انا برسم الجيتنج بتاع السايستور اللي انا باعت فايرنج ليه. لو انت عايز ترسم الكرنت ده طبعا احنا بنشتغل على ريزيست بلو، فده هو البي اوت بتاعنا، واللي هو نفسه لو قسمت على الار عن تو سكيلنج يبقى هو نفسه الاي اوت، وهتلاقي السايستور هو واخد الجزء بتاعه. مثلا السايستور ده هيبقى واخد ايه؟ ده كده كله عباره عن ايه؟ بي تي واحد، يعني تي واحد شايل نفسه ايه؟ شايف نفس الكرنت اللي الجزء البوزيتيف ده اللي هو الجزء اللي كان واخد فيه فاير من 30 ل 180. طيب سايستور 2 هتلاقي سايستور 2 متأخر عن، بدأ من أول زاوية 90، من بعد كده 60 درجة ل 30 60 90، برضو عرفت منين؟ من نفس التيبل بتاع الانترفلز. هتلاقي فيه كل سايستور شغال من كام لكام، ده شغال من 90 لحد 240. كده اللي هي 240 دي كده كام؟ دي كده 90. برضه ده ايه؟ الجيت بتاع سايستو 2. طب سايستو 3 شغال من 150 لحد تقريبا 300، دي 150 لحد كام؟ لحد 300. طيب لو انا عايز مثلا سايستو 4 هتلاقيه من 210 لحد 360. 260 هنا كام؟ 210. طيب ناقصنا لك سايستور اللي هو 5 و6 ده اللي هو تي 5، الجيتنج بتاع تي 5 والجيتنج بتاع تي 6. طبعا تي 5 لو احنا فاكرين في الانترفل كنا قلنا ان هو شغال، تي 5 كان شغال من 270 ل 420، وفي نفس الوقت كان شغال من نيجاتيف 90 ل 60. فاول حاجه نيجاتيف 90 انا مش عايز اشوف النيجاتيف، يبقى من اول الزيرو لحد كام؟ لحد ال 60. ادي ال 60 اهو موجود في الحته دي اهو كده، وموجود برده من 270 لحد كام؟ 270 لحد مش عارف 270 لحد 420. كام بقى انت ال 420 ودي هنا كام؟ 270، دي لحد كام؟ 60. طب في 6، في 6 كان موجود من 450 ل 600، ده يبقى اصلا ورا كده هنا، يبدا من ورا يعني عشان ما كملتش لحد 360، وموجود من اول ال 90 لحد كام؟ لحد هلا في 6 موجود من 330 لحد 480، سوري موجود من 330 من اول هنا كده وموجود برده في البدايه خالص من نيجاتيف 30 ل 120 اللي هو من الزيرو لحد 120 هنا كده. طبعا هو مش من الزيرو ده، هو ايه؟ لو انت برده عندك جزء في النيجاتيف ممكن ترجع لورا شويه شوف هو جاي من كام. ده كده احنا عملنا ايه؟ رسمنا الجيتنج بتاع كل سايستور. في نفس الوقت انا عرفت كل سايستور موجود في انهي حته ايه من هنا،
يعني عرفت هو شغال في اي في اي جزء من الرسمه دي. مثلا تي واحد ده هتلاقيه مثلا من 30 ل 80، يعني شايف كل الكلام ده عشان برضو ايه يبقى مهم، ايه مهم بالنسبه لك لو انت حبيت بقى ايه طلب منك مثلا تحسب الافريج سايز تو كارنت، او قصدي الافريج سايز تو كارنت او الارم اس سايز تو كارنت او كده. هتعمل ايه؟ تعمل انتجريشن بقى، تقعد تمشي على ايه الاكسبريشن ده طبعا اللي هو الفيز، وبعدين مش عارف مشيت على الاكسبريشن بتاع اللاين وهكذا، ودي الفيز مره ثانيه لمده 30، وهتقعد تقسم ايه الجزء بتاعه، فيكون عارف هو شغال في انهي جزء. الناس ده اشتغل من 30 ل 80 وما اشتغلش ثاني لحد بعد ال 62 بقى، لما يجي عند زاويه زيرو يرجع بقى ايه يعيد السايكل بتاعه. يبقى انت هو ايه 1 على 2 باي، وبتعمل انتجريشن من 30 ل 180، وتقسم الانتجريشن ده لانترفلز عندك سواء كان افريج او ار ام اس. طيب عايزين بقى ايه مثلا بعد ما عملنا الكلام ده، عايزين نحسب الار ام اس. تعالوا برضه نحسبه على الرسمه كده هنا، الفي اوتبوت ار ام اس، عشان احنا محتاجين نمشي مع الرسمه يعني عشان نعرف نحسب الكلام ده. طيب اول حاجه كده هتبص تلاقي الجزء البوزيتيف ده نفس الاريا بتاعته في الجزء النيجاتيف، بدل ما تيجي تعمل ار ام اس هتلاقي النيجاتيف دي الاريا دي بقت سكويرنج فبقت بوزيتيف، الاريا دي بوزيتيف سكويرنج، ودي برضه هتبقى ايه سكويرد بوزيتيف، هما نفس الاريا، فبالتالي مش محتاج اعمل غير لحد انتجريشن لحد كام من 0 ل 180، ده الانتجريشن اللي انا محتاج اعمله. يبقى الاكسبريشن بتاع الار ام اس اللي كان بيقول روت 1 على تي انتجريشن من 0 لتي للبي اوتبوت ار ام اس سكويرد دي ايه اوميجا تي. الاكسبريشن ده اول حاجه تي عندي كام؟ لو جيت كده طبق بقى دلوقتي كده الاكسبريشن عندي التي ب 2 باور، لكنه متكرر مرتين، يبقى اخد الانتجريشن بتاع من 0 لحد ايه الباي اللي بي اوتبوت ايه سكوير. طيب اكشوال يعني برضو هي 0 دي طبعا احنا هنا دي عشان احنا مطبقين عند الفا معينه 30، فمعايا الارقام هحطها لك الباوندز ان جنرال بتاعت الالفا، وفي الاخر اصلا في قانون كده الدكتور ده هتبقى ممكن مش عارف بقى ينفع تعوض بيها على طول ولا لا، بس اعتقد الدكتور حسين عادي ممكن تاكده من ليه الار ام اس على طول فاليو بكام. طيب طبعا لو انت كمان في الامتحان مش محتاج تعملها ان جنرال بالفا، يعني انت خلاص انت عملت عند الفا معينه ب 30، فانت معاك ارقام ممكن تعوض بالانتجريشن ده وتقعد تعمله ايه على الكالكوليتر رينج اند رينج. انا هحاول افصله لك دلوقتي او اخليه حته حته كده عشان انت تعرف تعوض بيه. طيب طبعا من برضه قلنا من الزيرو للباي مش موجود، ده اصلا ده بدا ما بداش من عند زيرو، ده بدا من زاويه اللي هي 30 او اكشوال اللي كان كام؟ كانت الفا ب 30، يعني الزيرو دي ممكن اخليها ايه الفا كده خلاص. طب محتاجين بقى ايه الانتجريشن ده نخليه كذا جزء، عايزين نمشي ايه واحده واحده كده. فانت كل ده جوه الجهاز، انا مش هعمل الجهاز مره ثانيه، انا هكتب بقى الانتجريشن كده انترفلز عندي من الالفا لحد كام؟ من الالفا لحد 60. هتلاقي الفي اوتبوت بتاعك كان الفيز اللي هو الجهاز الاثنين بي اس ساين اوميجا تي، ده كده اول ايه؟ اول اكسبريشن سكوير ماشي، ده كده اللي هو انتجريشن كده، تعمل انتجريشن من الالفا لحد 60 وتجمع عليه. الانتجريشن الثاني هتلاقي بادئ من ال 60 اللي انت مكان ما انت خلصت في الاول لحد كام؟ 60 زائد الفا. انا دلوقتي بقول بس ان جنرال، ما اكشوال انت ايه مش لازم تحفظه ان جنرال كتاب الفا، انت ممكن ايه على طول تعوض بالمساله بتاعت الفا ب 30 الفا ب 45، هيبقى انت معاك الانجل اصلا انت عارف الرقم في البدايه والنهايه، بتعوض في البدايه والنهايه. يبقى من 60 ل 60 زائد الفا ده كان ماشي على اي بي على 2، ركز بقى عشان وانت بتعوض اي بي على 2 اللي هو كان كام؟ كان جذر 6 على 2 في اس ساين اوميجا تي زائد 30، وال 30 دي تخليها باي على 6 عشان انت وانت بتعمل انتجريشن هتحتاج تخليه اعدادي لو انت هتستخدم الكالكوليتر، وده العادي يعني اكيد مش هتقدر تعمل كل انتجريشن من دول. يبقى خلي بالك اول 30 دي بتبقى كام؟ باي على 6 عشان انت هتعمله في انتجريشن، مش بس اللي جوه الساين ده كمان الباوند اللي هنا، الباوند اللي هنا ده يبقى باي على 3 عشان يكون بالايه بالراديان برضه لو انت هتعوض بالكالكوليتر. ركز قوي في الحاجات دي عشان بعد كده هتلاقي من 60 زائد الفا لحد كام؟ لحد 120 هيبقى ده ماشي على الفيز اللي هو الجزء ده كده، ماشي على الفيز اللي هو جذر 2 بي اس ساين اوميجا تي كل ايه سكوير. طيب وبعدين عندك من 120 ل 120 زائد الفا، واضح قوي ان احنا ايه كل بدايه بنجمع عليها بس ايه الفا، يعني من الفا ل 60 بقى من 60 ل 60 زائد الفا، وبعدين من 60 زائد الفا مش عارف ل 120 وهكذا. عندنا من 120 ل 120 زائد الفا كان ماشي على بي اي سي على 2 اللي هو جذر 6 بي اس على 2 ساين اوميجا تي ناقص 30، كل ده سكويرد تاني ناقص 30 اللي هي باي على 6، وال 120 ده هحولها بالراد وكده لو انت هتستخدم كالكوليتر. طيب بعدين عندنا من 120 زائد الالفا لحد كام؟ 180، ده كان ماشي على ايه؟ ده كان ماشي على ده كان ماشي على الفيز اللي هو اخر حاجه قفل عندها تقريبا، كان ماشي على الفيز اللي هو جذر 2 في اس ساين اوميجا تي يبقى كل ده سكوير، كل الاكس حصل كده حته. طيب زي ما قلت لك انت مش محتاج تحفظه اصلا بالطريقه دي، انت كل الفكره انت بتعوض في المساله. مثلا يعني انت عندك من 30 ل 60
كان في اكسبريشن، كان عندك من 60 ل 90 كان في اكسبريشن، كان عندك من 90 ل 50 وعندك من 150 ل 180 خلاص كده، ده الاكسبريشن بتاعتك الموجوده عندك. هتلاقي مره مش عارف، المره الثانيه مش عارف كان جذر 6 بي اس على 2 او رجع ثاني للفيز باين جذر 2 بي اس، بعدين مش عارف مشي على جذر 6 بي اس ساين اوميجا تي جذر زي. بس هو ده اللي انت هتبقى عارف كده ان جنرال طبعا بتكتشف حوالي ده ممكن وده كونستنت رقم 3 الاثنين باي جيت على على الطاقه. طب ايه بقى اوت ار ام اس؟ هتلاقي في اوت ار ام اس تساوي في اس، ما ننساش تعريف الفي اس هنا، ار ام اس بتاع ايه؟ بتاع الفيس على 2 باي زائد 3 على 4 باي ساين 2 الفا. هتلاقي في المحاضره بس هو مغير كونستنت، مش عارف نطلع واحد على باي كومن فاكتور هنا ونطلع بره خالص جذر 6 او حاجه زي كده ستيل. يعني لو لو يعني جربت انت تعوض بده او تدخل جذر 6 والباي كده هيديك نفس الاكسبريشن اللي كاتبه دي اس ده ثاني كده ده الفيز ار ام اس عشان باي الفا موجوده بره لازم انت تعوض عنها بالراد، ما ينفعش تحطها ديجري الا لو انت تخلي الباي دي 180 بس عامه راح دماغك بقى خلاص تلاقي بالراديان على طول 3 على 4 باي ساين 2 الفا. هنا بقى دي الالفا اللي جوه الساين على حسب الكالكوليتر بتاعك، مخليها ديجري تعوض عنها بالديجري، مخليها بالراديان تعوض عنها بالراد، انما الالفا موجوده بره تعوض عنها ايه بالراديان، ما ينفعش تحطها بالديجري طبعا. يبقى في اس اللي هو في سكوير روت بتاع 1 ماينس 3 الفا على 2 باي زائد 3 على 4 باي ساين 2 الفا. طيب كده انت عرفت تجيب ايه؟ عرفت تجيب الاي اوتبوت ار ام اس. والله بقى طلب منك اي حاجه ثانيه، مثلا عايز اجيب الاي اوتبوت ار ام اس، والله ده ريزيستيف لود هو في اوتبوت ار ام اس على ايه؟ على ريزيستنس ار اللي هو الار لود. عايز اجيب الاي ثيرستو تشوف مثلا اكسبريشن او ان جنرال كده لو انت بصيت تقريبا لو انت عايز تجيب ده ار ام اس هتلاقي تقريبا واخد نص الاريا، موجود نص الاريا بتاعت الاي اوتبوت، وبالتالي يبقى هو نفس الاي اوتبوت على ايه؟ على جذر 2. ممكن دي كده انت حضرتك ايه تتاكد منها ميك شور منها، انما الافريج هتلاقي نفسك محتاج تعمل ايه؟ انتجريشن بكل ايه؟ بكل اكسبريشن برضه من الريزستنس. ما تنساش الكرنت اكسبريشن، يعني مثلا الاي اللي كان ماشي ساعه مثلا ما كان بي اي ان يبقى هو نفسه واخد نفس بي ان، بس ما تنساش تقسم على ار، يعني مثلا جذر 2 بي اس على ار ساين اوميجا تي، عشان الحاجات دي برضه مهمه الناس ساعات بتطلبها فيها. لما كان شغال بي اي بي على 2 يبقى عندك مش عارف جذر جذر 3 على 2 بي اس اللي هو جذر 2 بي اس اللي هو جذر 6 بي اس على 2 ساين تقسم على الار ساين اوميجا تي زائد 30، يبقى الاكسبريشن بس لغايه بالسكيلنج بتاع الار نفس الكلام في الاي سي على 2. فانت ايه بتعمل انتجريشن على الكرنت مش على الفولت، تركز قوي في الحته دي. عايز والله الباور فاكتور مثلا هو البي اوتبوت الباور اوتبوت على الاس ام، فتحسب بقى ده مش عارف 3 اي اللي هي اي سكوير ار مثلا او 3 سكوير ار او 3 اي في بي اللي هو الار ام اس عشان بيور ريزيستيف لود، هما الاثنين نفس الحاجه. في تتكلم في بدايه الرسمه خالص انت فاكرها، احنا هنحل مساله طبعا في الباور فاكتور دي. هتلاقي هنا الكرنت اللي انا جبته هنا اللي هو الاي اس مود هو نفس السبلاي كرنت ونفس اللاين كرنت، لان هما الاثنين على نفس الحاجه، لو ده شغال يبقى هما نفس الكرنت او ده شغال يبقى نفس الكرنت، وبالتالي ده هو نفس الكرنت اساسي. يبقى لما اجي اقول كده 3 بي اس في اي اس هتلاقي الاي اس هو نفسه ايه؟ هو نفس الاي اوت اللي انت جبته ار ام اس، نفس الايه؟ نفس الفاليو بالظبط. عشان كده هتلاقي تقريبا الباور فاكتور لو جيت تعوض بالكلام ده كده كله لو جيت تعوض كده بالكلام ده كده انت بتبقى فين هنا؟ هتلاقي مش عارف لو انت خليت دي 3 بي اوتبوت ار ام اس في اي اوتبوت ار ام اس وهم الاثنين نفس الحاجه عشان ده بيور ريزيستيف لود، انت مش عارف 3 واحد من 3 وهتلاقي الاي اس راح على ار ام اس على البي اس. ماشي؟ المهم كده بتاع مثلا الفا معينه مثلا او زاويه او انجل معينه في المود ده، عشان لو انت عايز انت تجرب تحسب تجرب يعني تشوف نفسك تعرف تحسب ولا لا، عند الفا 45 مثلا يعني بي اوتبوت ار ام اس يساوي 111 0.6 فولت، وكان الباور فاكتور يساوي 0.929. الكلام ده بس كان المسألة الـ VS بتاعتها مش فاكر الـ VS بتاعتها بكام بالظبط، ممكن أشرحها لكم وأبعتها لكم. بقى اشوفها لكم وابعتها لكم او اشوفها في الشيت القديم، بس اعتقد كانت 220 اعتقادي كانت 220. ماشي الـ VS انا مش فاكر كان بكام دلوقتي.
ممكن تجرب على 220، يا اما ايه ممكن لو حد فكرني يبقى ابعت لكم الرقم ده بكام، او تشوفوه في الشيت القديم هتلاقيه في الشيت القديم، ممكن تشوفوا الشيت القديم هتلاقي تقريبا الرقم ده موجود. ماشي، ده كده ايه مساله عند 1045 ممكن تجرب ترسم كده وتعمل انترفلز وتطلع في اوت ار ام اس والباور فاكتور وتتاكد من الارقام دي. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا على الرينج بتاع كام؟ اللي هي لحد ال 60، من الزيرو لحد ال 60. فعندنا بقى اثنين رينجز ثانيين عايزين ناخد كده المود رقم اثنين. المود رقم اثنين كان من كام لكام؟ كان من 60 الالفا كانت اكبر من او بتساوي 60 واصغر من كام؟ من 90. ده كده الايه؟ المود رقم 2. فاول مود فكرت كده بسرعه، لان دايما يا اما 2 او 3 ثايستورز شغالين، فاي وقت لازم تلاقي 2 او 3 ثايستورز ايه؟ شغالين. طب المود ده عايزين نطلع الانترفلز كده بتاعته ونقول كده برضو نوت على حته ايه؟ الثايستورز مين اللي شغال. طيب احنا قلنا انا عايز اول حاجه اعملها خالص عايز اعرف الفايرنج بتاع كل ايه؟ ثايستورز. قلنا كده فيز A وعندي فيز B وعندي الفيزا سي. قلت عندي هنا ثايستور رقم واحد وهو ده اللي احنا بنحفظه في كل مود، بعد كده ايه عرفنا ازاي انقل من اي ثايستور لثايستور تاني. تي واحد وعندي هنا تي تلاتة وتي ستة وعندي هنا تي خمسة وتي كام؟ اتنين. تي واحد هيعمل ايه؟ هيفاير عند نفس البداية الفا برضه زي المود الاولاني وهيقفل عند 180 زي الاخر برضو، لكن هنجمع عليه زاويه اسمها الفا ناقص 60. مهم قوي الحته دي. يبقى احنا هنا زودنا ترم تاني في النهايه بقت الفا ناقص 60. بغض النظر بقى عن ايه السبب وكده، ممكن تشوفوا الشرح بتاع في المحاضره دي حصل الكلام ده، بس المهم انت تعرف ازاي تعوض. خلي المساله دلوقتي بالنسبه لي، يعني بدا ايه من الفا قفل عند 180 زائد الفا ناقص 60. يبقى اول مود كان من الفا 180، لا ده دلوقتي من الفا 180 وتجمع على 180 كام؟ الفا ناقص 60. عايز اروح من تي 1 لتي 3 اجمع 120، هتلاقي في البدايه بقت الفا زائد 120 والنهايه بقت 300 زائد الفا ناقص 60. من ايه؟ من فيزا بي لفيزا سي اجمع 120 الاقيها الفا زائد 240 والنهايه بقت 420 زائد الفا ناقص 60. وبعدين من تي 1 لتي 4 اجمع 180 يبقى عندي الفا زائد 180 بكام؟ ب 360 زائد الفا ناقص 60. وعندي هنا اجمع برضو 180 هلاقي الفا زائد 300 لحد 480 زائد الفا ناقص 60. عندي هنا هنا كام الفا؟ اجمع 180 برضو الفا زائد 420 لحد 600 زائد الفا ناقص 60. طيب ده كده ايه؟ ده كده الثايستورز اللي هو 6 ثايستورز لكل فيز 2 ثايستورز بتوع. برضه عشان اقدر اطبق في المساله وكده هحتاج اعمل ايه؟ عايز ارسم او عايز افرض مثلا الفا معين. ده السؤال بقى بتاع الشيت، اديني الالفا ب 60. اديني الالفا بكام؟ ب 60. عايز كده اعوض عن كل الارقام دي على طول بقى هلاقي تي 1 هيبدا من اول ال 60 اللي هي الالفا وهيقفل عند 180. تي 3 تي 6 تي 5 تي 2. تي 3 هي من 180 لحد 300. طب هنا هي من 300 لحد كام؟ لحد 420. طيب بعدين هنلاقي من 240 360 بعدين هلاقي من 360 ل 480 وبعدين هلاقي من 480 لحد 600. ايوه مظبوط، انت بتفكر فيه عند الزاويه 60 بالظبط تحديدا. هنلاقي ان المود الاولاني هو نفس المود الثاني على فكره، لان الالفا ناقص 60 ده هيروحوا مع بعض يبقى نفس اصلا ايه اللي كان موجود قبل كده يعني. عشان دي بس الباوندري بتاعته، عشان دي الباوندري بتاعته، عشان ال 60 دي موجوده على الباوندري هي اكشوال اصلا بالظبط ممكن تتجاب من المود الاولاني او المود الثاني. لكن
الاختلاف بقى بعد كده لما نيجي نشوف السايسول ده. هو الفايلنج هيجي بنفس الموضوع، لكن من اول ال 60 هيحصل حته الايه، النوب بتاعت السايسول. يعني انا قلت ان الزيرو لحد ال 60 وال 60 مش معايا، هيبقى عندي شويه شغالين 2 سايسول وشويه شغالين 3 سايسول. طب هنا بجرب ان ازود ب 60 واداني نفس، على فكره نفس الفايلنج ده، لو كنت طبقت الرول اللي فاتت هيديني تمام نفس الارقام، عشان الفا ناقص 60 هتطير اساسا. لكن مش هلاقي النود دي متطبقه معايا، هلاقي عندي نود جديده خالص اللي هي ايه؟ هنشوفها لما نيجي نعمل الانترفيوز دلوقتي. طيب بعدين كنت بقول ايه؟ انا عايز اظبط كده الانجلز بتاعتي من الزيرو وابدا ايه؟ اخد من الصغير للكبير، هلاقي عندي فيه تقريبا 60 هي اول حاجه. بعدين عندي تاني حاجه على طول طبعا برضه حاجه احنا نسيناها، قلنا ايه؟ لو في حاجه عدت ال 360 اطرح منها 360 فدي كانت 60. ودي هتبقى ناقص 60، دي هتبقى 240، ودي هتكون 120، دي هتبقى 120، ودي هتبقى كام؟ زيرو. طب انا ده في عندي الزيرو اهي موجوده كده ببدا بيه. ثاني انجل معايا عندي كام؟ ال 60. ثالث انجل هتلاقيها تقريبا 180 120. بعدين هتلاقي ال 180، وبعدين هتلاقي 240، بعدين 300، بعدين 300 ايه و60 كده. انا رجعت للزيرو مره ثانيه. يبقى دي دلوقتي ايه السيكونس بقى، او الفاوندرز الموجوده عندي عند كل تيسر، في شويه يقفلوا شويه يفتحوا وهكذا. طب عايزين نعمل بقى الايه التيبل بتاع الانترفلز. مش عامل بقى بشكل التيبل، انت برضه المفروض تعمله بشكل التيبل. مش هرسم الايكوفيرنت سيركت خلاص، انت المفروض اتعلمتها بقى بسرعه. فعندي اول انترفل كانت من 0 ل 60، وعندي من 60 ل 120. مش انت طبعا تعملها بتيبل، يعني انا ده الشكل الاحسن، يعني لكن انت عايز تنجز على طول وبتعرف تعملها خلاص مفيش اي مشكله. يعني 180 لو انت حاسس ان الوقت ضيق انجز نفسك على طول. 180 دي 200 سوري 180 دي 240، من 240 ل 300، من 300 ل 360. طيب اوكي، الاوت بقى هنا على طول. كل مره كده عايز ارسم الاوت على طول، هقول لكم على طول الفاليو كام فانت عشان تعرفها. ده لسه في سايستر جنين شغاله، نسيت. هتلاقي هنا في سايستر 5 و6، هتلاقي هنا في سايستر 1 و6، هتلاقي هنا سايستر 1 و2، هتلاقي هنا سايستر 2 و3، وهنا سايستر 3 و4، وهنا سايستر ايه 4 و5. طيب برضو احنا قلنا حاجه نوت في البدايه خالص، في البدايه لو انتم فاكرين الفايرنج سيكونس من اول الالفا. الالفا عندي هنا بكام؟ ب 60 اهي. لقيت في عندي تي 1، تي وراه تي 2، وبعدين عندي تي 3، وبعدين تي 4، وبعدين تي 5، وبعدين ترجع تاني الاول خالص تلاقي بعد 360 يعني زيرو، لقيت ايه تي 6. مظبوط. على فكره حتى في المود الاولاني كمان نسيت اقولها لكم، لو انتم بصيتوا من اول الالفا كده هتلاقي برضو في سيكونس ماشي. يعني انت لو رجعت كده ورا هتلاقي ان كان من اول الالفا اللي هو من اول زاويه 30 مش عارف تي 1، بعدين فضل شغال شويه، وبعدين جه معاه تي 2 شغل فترتين، وبعدين جه معاه تي 3 اشتغل فترتين، وبعدين اشتغل مع تي 4 تي 5 وهكذا. فبرضه السيكونس ايه موجود يعني. طبعا هيبقى ممكن اي حاجه فيه شويه شغالين مع بعض، لكن ايه ستيل في سايستو الجديد دخل بعد ايه بعد فتره كده بسيكونس معين اللي هو تي 1 تي 2 3 4 5 6. وهم عملناها كده اصلا، ده السبب اللي احنا في البدايه خالص سايستو سمينا مش عارف 1 3 5 4 6 2. ده ليه؟ عشان احافظ على الفاينل سيكونس على طول، ان هو 1 2 يبقى ماشي مع التسميه بتاعته. المهم يعني ما علينا، لو احنا بصينا كده في الانترفل قبل ما اكمل، قبل ما اجي هنا كده واحط الاوتبوت، الاقي ان في المود الثاني اللي هو من 60 لحد ما قبل ال 90، انا مش عارف انا قلت بيساوي 90 ولا لا، هي مش بيساوي 90 او بالظبط كده، من اول ال 60 لحد ال 90، 90 مش معايا، هلاقي دايما ايه؟ هلاقي دايما في عندي اثنين سايستور شغالين. معنى اثنين سايستور شغالين يبقى انا دايما عندي لاين تو لاين. بس برضو عايز ترسم الفيز ارسمه، مش عايز ترسمه براحتك، بس ارسم الفيز بحيث يبقى هو ريفرنس بالنسبه لك يعني. لو مش حابب ترسمه برضو وقت ضيق خلاص مش مهم، انت دايما عندك اثنين سايستور شغالين. معناها ايه؟ ان دايما هيبقى طالع عندك يا اي بي على 2 يا اي سي على 2 يا اما 0، ما فيش حاجه ثانيه يعني. اي بي على 2 اي سي على 2 يا اما ايه 0.
الجزء اللي احنا كنا بنقول عليها AN اللي هو الفيز ما بقاش شغال، لان ده عشان يطلع لازما شرط عندي فيه 3 سيسو شغالين، وده مش هيحصل اصلا في المود ده. طيب من الزيرو ل 60 هتلاقي ان في تي 5 وتي 6 برضو. لو انت عايز تنجز نفسك، انا عارف ان فيزا ايه متوصله من تي 1 وتي 4 عشان يطلع لي الاوت، فلو انت ما لقيتش تي 1 وتي 4 معناه ان الاوت بكام؟ بزيرو برضو. لو انت عايز تنجز نفسك هدي ايه بقى، انت هتجيبها بعد يعني كل مساله واثنين كده هتلاقي ايه خلاص الحاجات بقت في دماغك النفس دي على طول. فهنا في تي 1 موجود خلاص انا معايا تي 1، تي 6 ده بتاع اني فيز؟ خلاص ده كده اللي هو تي 1 ده شغال، تي 6 ده اني فيز؟ اه ده الفيزا بتاع البي، يبقى انا عندي اي بي على 2 من غير ما ارسم اقول الايكوفلنت سيركت. ممكن ما ترسمش الايكوفلنت سيركت لو انت طبعا دي مش مطلوبه منك يعني، لو انت في الغالب يعني، فانت عايز تنجز بدماغك على طول حل على طول. طب هنا تي 1 يبقى فيزا ايه موجوده؟ ماشي ده تي 2، ده تي 2 دي بتاعت الفيزا سي، يبقى عندي اي سي على 2. طب 2 و3 ما عنديش، لو 1 و4 يبقى بزيرو، عندي 4. طيب تي 3 ده ايه؟ تي 3 ده بتاع فيزا بي، يبقى عندي اي بي على 2. طيب تي 5 تي 4 موجوده، يبقى فيزا ايه موجوده؟ تي 5 ده بتاع فيزا سي، يبقى اي سي على 2. بس كده كده انت عرفت تجيب ايه الاوتبوتس بتاعتك بسهوله جدا على طول. عندك 0 اي بي على 2، اي سي على 2، 0 اي بي على 2، اي سي على 2. الموضوع هنا اسهل شويه، الموضوع هنا ايه انجز شويه. طيب تعالوا نحط رسمه كده بتاعه الويف فورم ونرسم الرسمه، وهنطلع هنا حسابات عشان دي مساله الشيت فانا معايا داتا ليها. احنا دلوقتي قلنا ايه الفا ب 60. طيب عايزين نجيب كده لون يبان شويه ممكن نقعد. طيب قلنا ايه ده كده اللي هو الفيز، خلاص ده اصلا مش شغال عندي، انا عندي هنا اي بي على 2 وهنا ايه اي سي على 2. طيب عندي من اول انترفال من 0 ل 60 اللي هو الانترفال دي كلها الاوتبوت بزيرو صح كده، دي 60 اللي هو اول خط ماشي. وعندنا من 60 ل 120، من 60 ل 120 انا ماشي على اي بي على 2، ادي اي بي على 2 اهو ل 120 اللي هي ايه النقطه دي. طيب ممكن نغير شويه. طب وبعدين عندي من ال 120 ل 180 انا ماشي على اي سي على 2 اللي هو الواي الثاني. هنا كده دي 180. طب وبعدين بعدين من 180 لحد 240 انا ماشي على الزين. انزل بقى كده هنا ادي 180 اهو لحد الانترفال الثاني. انا طبعا الخطوط دي انا رسمها مجهزه قبل كده اللي هو 60 120 180 وهكذا. ده كده دي الزين. وبعدين هتلاقي من من 240 ل 300 انا ماشي على اي بي على 2. فارجع كده ادي اي بي على 2 اهو هنا اهو، هتلاقي تبقى نفس الشكل بس ايه الميرور بتاعه. بعدين هتلاقي من 300 لحد 360 ماشي على اي سي على 2. بعد كده في زيرو تقريبا، وبعدين بقى مكملش بقيه الايه الانترفيس. اوكي كده احنا ايه رسمنا البي اوت بتاعنا، كده احنا رسمنا البي اوت بتاعنا. واضح قوي ان هو شغال كله على اللاين تو لاين، مفيش اي حاجه مشيت على الداش لاين اللي هو الفيز يعني. طيب عايز ارسم ايه؟ انا دلوقتي خلاص بقى عارف كل حاجه مين اللي شغال ومين مش شغال ومعايا الانجلز كمان، فعايز احسب البي اوتبوت ار ام اس. طب انا هحسب لك البي اوتبوت ار ام اس كده برضو الاريا دي هتبقى الاريا دي زيها بالظبط زي البوستيف في السكويرنج او في الار ام اس. فلاقي البي اوتبوت ار ام اس موجود سكوير روت متكرر مرتين في الاثنين باي، وعايز اعمل انتجريشن من كام؟ من الزيرو للباي. طب هو اصلا بدا من كام؟ بدا من اول ال 60، وبعدين لما اجي اقسم بقى من 60 ل 180 عندي من 60 ل 120، وعندي من 120 ل 180، وعندي من 60 ل 120 120 ايه؟ ل 180. من 60 ل 120 كان ماشي على اللاين تو لاين اللي هو كان جذر 6 على 2 بي اس ساين اوميجا تي زائد باي على 6 اللي هي 30، كل ده سكويرنج. وهنا ماشي على اللاين تو لاين بي اي سي على 2 ساين اوميجا تي ناقص باي، عندي 6 مش 60 ناقص ايه؟ ناقص 6 كل سكوير.
تيجي تعمل ده واحدة على الكالكوليتر، تعمل ده الواحدة على الكالكوليتر، هيديك ايه الناتج بتاعك. طبعا هو ليها قانون برضو الدكتور اداه في المحاضرة، هتلاقيه بيساوي جذر 6 بي اس، وستيل بي اس فيز ارم اس، انا لسه ما غيرناش الديفينيشن بتاعها، هو بي سكويرنج روت بكام؟ 1 على باي، بي باي على 12 زائد 3 ساين 2 الفا على 3 ساين 2 الفا على ايه؟ على 16 زائد جذر 3 كوزين 2 الفا على 16. ده كده ايه اللي هو البي اوتبوت ار ام اس من اي مود برضه من 60 لحد ما قبل 90. تمام خلاص احنا كده ايه شفنا ده الاكسبريشن بتاعنا او الاكسبريشن بتاع البي اوتبوت ار ام اس. طب في المساله بقى في الشيت طالب منك اول حاجه عايز اعرف البي اوتبوت ار ام اس بيساوي كام؟ عايزين نعوض يعني. هتلاقيه مديك فولت اسمه بي لاين تو لاين ار ام اس بيساوي 208 فولت. يبقى ساعتها البي اس بيساوي كام؟ هيساوي 208 على جذر 3 لاين تو لاين ار ام اس. عايز اروح للفيز ار ام اس 208 ايه؟ جذر 3. فترجع تعوض هنا، دي كده 208 جذر 3 اللي هو الفولت اللي هنا باي الالفا باي على 3، وهتلاقي اللي هو جذر 3 كوزاين 2 الفا هو برضه ايه باي على 3. هتلاقي من هنا البي اوتبوت ار ام اس عندك طلع ب هتلاقي طلع تقريبا ب 100.9 فولت. طيب تاني حاجه طالبها منك قال لك انا عايز اعرف الانبوت باور فاكتور يساوي كام؟ طبعا الانبوت باور فاكتور هو بي اوتبوت على اس انبوت، هو اكشوال يعني المفروض يبقى بي ام الباور انبوت على الاس انبوت، لكن هنا طبعا احنا بنقول سايستو مفيش فيه لوسز، وبالتالي هو بي اوتبوت على اس ام مفيش اي مشكله خالص. طيب البي اوتبوت بيساوي ايه؟ هتلاقيه بيساوي 3 البي فيز ار ام اس سكويرد على ار او في اي اوتبوت ار ام اس. هي هي طبعا في 3 اكسبريشن عشان ده بيور ريزيستيف لود، عشان ده بيور ريزيستيف لود. وهنا 3 فيز يبقى 3 في اس اللي هو الار ام اس بتاع السنجل فيز في الاي اس او اللي هو اللاين كارنت بتاع ال 3 فيز. طيب اول حاجه انا عايز اعرفها ايه؟ الاي اوتبوت ار ام اس بيساوي كام؟ هنلاقي من هنا ان الاي اوتبوت ار ام اس هيساوي في اوتبوت ار ام اس على ريزيستنس. ليه؟ عشان بيقول ريزيستنس بيقول. طب دي بيديلك بكام؟ بيديلك ب 10، يبقى 100.9 على 10 يديك كام؟ 10.9. خلاص كده انا عرفت الفاليو دي بكام، والبي اوت ار ام اس انا عرفتها بكام، والبي اس بكام. طب الاي اس هنلاقي هنا ان الاي اس هو نفسه الاي اوت ار ام اس. لو احنا فاكرين اول رسمه خالص لما قلت لكم لما كان عندي هنا كده اثنين سايستو، سايستو واحد سايستو اثنين وعندي ريزيستنس، قلنا الار ام اس كانت اللي احنا جبناها هنا اللي هو اي اوت هو نفسه ايه؟ السبلاي كارنت او اللاين كارنت على الفيز، عشان ده كان واي كونكت ماشي. فبرضه ده الاي اس. لو رجعت كده عوضت بالكلام ده هتلاقي البي اوتبوت لوحدها بتساوي 3054.24 واط. طيب والفولت امبير الانبوت هتلاقي بيساوي 3.6 فولت امبير. تلاقي الباور فاكتور ده طلع تقريبا 0.84 ايه لاجنج باور فاكتور. طيب تالت حاجه بقى عايزها منك في المساله دي، بيقول لك انا عايز اعرف الاكسبريشن في تالت حاجه عايز يعرف الاكسبريشن بتاع الاوتبوت فولت فالاوتبوت فيز فولت. ده اوريدي اصلا احنا جبناه، احنا جبناه السنه كده بنقول بشكل حلو اللي هو ايه، احنا عايزين نعرف في كل مره الاوتبوت الاكسبريشن بتاعه في التايم بيساوي كام. ده عارفين عارفين الحته بتاعت الانفرتر او الانترفلز اللي احنا عملناها هنا اهي، بتيجي تقول له كده هنا الاوميجا تي، الاوميجا تي ده اللي هي الانجل من الزيرو لل 60، بس طبعا اكتبها كده يعني اكتبها اوميجا تي اكبر من او بيساوي زيرو لحد كام؟ 60. تكتبها بالشكل ده يعني الاوت بتاعك كان كام؟ بزيرو، بي ان بيساوي زيرو. طيب هو هتلاقيه في الحل بتاعه حاطط اي ان بس زي ما احنا طالبين يعني، ولو طلب اي فيزا ثانيه ما تنساش تعمل الشيفت بس على الساين. طب مثلا من 60 ل 120 احنا بنقول اللي طالع اي بي على 2، يبقى خلاص احنا عارفين هو بيساوي جذر 6 بي اس على 2 ساين اوميجا تي زائد 30. طب الفاليو دي كده كلها بكام؟ احنا عارفين ان بي اس لوحدها اللي هي 208 على جذر 3. ثم تيجي تعوض بالكلام ده
هتلاقي بتساوي 147.1. يبقى هو ده كده ايه الاكسبريشن بتاعك، 120 ل 180 كان اي سي على 2، يبقى 147.1 ساين اوميجا تي ناقص 30 او ناقص باي على 6 وهكذا لكل بقى حته، هنا طب هنا بزيرو، هنا اي بي على 2، هنا ايه اي سي على 2. هو ده الاكسبريشن بتاعك، هو ده طريق حاجه، طريق حاجه سهله جدا احنا اصلا جبناها ايه واحنا في بدايه الشغل بتاعنا. طيب ده كده ايه المساله بتاعت المود الثاني موجوده في الشيت. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نشرح مود رقم 3. المود اللي هو الالفا فيها اكبر من او بيساوي 90 واصغر من كام؟ من 150. وانا من بعد ال 150 اصلا الاوتبوت على طول بزيرو، مفيش ولا سيستور ايه هيشتغل. فاحنا ده ايه كده؟ ده المود اللي احنا عايزين نبدا فيه دلوقتي. المود بقى الثالث اللي هو اخر مود اللي هو من 90 لحد 150. احنا في الاول خالص برضه كنا عايزين نعرف كل سيستور هيتفرع عند كام؟ كان عندي برضه ايه؟ عندي سيستور واحد وسيستور اربعه وسيستور ثلاثه وسيستور سته وعندي كمان سيستور خمسه وسيستور اثنين. طب هنلاقي برضو عايزين نحفظ سيستور واحد، هنلاقي برضو بيفاير من الفا لحد 180 لكن بجمع عليه كام؟ 30. بجمع عليه كام؟ 30. يبقى دلوقتي كده اول مود كان من الفا 180، ثاني مود كان من الفا 180 زائد بجمع عليه كده من الفا ناقص 60، ثالث مود سيستور واحد كان من الفا ل 180 زائد 30، يبقى كل انجل بجمع عليها كام؟ 30. ده كده ايه؟ ده كده المود رقم واحد والمود رقم اثنين والمود رقم ثلاثه للفايل بتاع ايه؟ سيستور رقم واحد اللي انا منه بعرف اجيب اي سيستور ثاني، يعني 180. طيب. بس بقى من الوقت نكمل، هو خلاص قلنا زي اول حاجه خالص اول مود، لكن في الاندنج بس او اللي هو سيستور واحد هنجمع يعني بس 180 زائد 30، وبعد كده اعمل ايه؟ انت الكلام ده وهات بقى ان جنرال اللي هو بقيه السته سيستورز. طيب. برضو عايزين ناخد مثال كده بالالفا عشان برضو خدنا كده المود كله على بعض. هناخد مثلا عند الفا ب 105 بس. عند الفا ب 105 هتلاقي تي 1 وعندي تي 4 وتي 3 وتي 6 وتي 5 وتي 2. طب هنلاقي هنلاقي تي 1 كان بيفاير من اول الفا اللي هي 105 بكام؟ 180 زائد 30 ده كام؟ 210 تقريبا. بس تبدا انقل بقى من هنا لهنا انك تجمع 120، من هنا لهنا عشان تجمع 120 هنلاقي الفايننج هنا بقى 225 في 38. الفايننج ده هيبقى من 345 لحد 450. من هنا لهنا تتجمع 180 هتلاقي الفايننج ده 285 390، وهتلاقي ده ب 405 لحد 510، وهتلاقي الفايننج ده من 525 لحد 630. ما ننساش لو في حاجه عدت ال 360 زي مثلا هنا، دي هتبقى ناقص 360 فيها 30، دي ناقص 360 فيها 285 ناقص 360 هتبقى فيها ناقص 75. طيب 510 هتلاقي 150 405 كانها كام؟ كانها 45. 525 عامله 165 في 630 دي اللي هي كام؟ 270 تمام. وهنا 450 دي كانها 95، و 345 دي اصلا زي ما هي ايه مظبوطه لكن برضه ناقص 360 عشان نعرف هتلاقي ناقص 15. طيب. باقي الانجلز كده مظبوطه خلاص تمام، عرفنا كده ايه كل انجل. بس ان انا اعمل ايه؟ عايز اعمل بقى دلوقتي كل انترفل الاوتبوت بتاعه بيساوي كام؟ تعالى مثلا هنا عند الانترفل والاوتبوت والسايستو مني شغالين الاوتبوت عندي من كام؟ من 0 ل 30. طبعا احنا كنا متعودين ان احنا بنعمل ايه؟ اجي هنا اقعد اشوف الانجلز بتاعتي، هتلاقي عندك 0 وعندك 30 وعندك 45 الترتيب بتاعهم، وعندك 90 وعندك 105 وعندك 150 وعندك 165 وعندك
210 225 210 225 وعندنا كمان كام؟ 270 285 وعندنا 330 345 و 360. بنجكت ايه شويه لكن جبناها كلها منين اصلا؟ اكتر من احنا اصلا من طبعا الموضوع ايه مش صعب قوي. بالترتيب بقى على نفس الرنجات اللي قبل كده هتلاقي من 0 ل 30 سيستو الاربعه وخمسه اللي شغالين، والاوتبوت بتاعك عباره عن بي اي سي على 2. برضه عرفت ازاي لو بي اي سي على 2؟ عندي 2 سيستو شغالين، سيستو الاربعه معايا، سيستو الاربعه يبقى فيه فيزا ايه داخله معايا، وبالتالي مش هيكون بيساوي 0. تي 5 دي بتاع فيزا سي، يبقى بي اي سي على 2. الحاجات دي مهم قوي لو انت ايه مستعجل في الامتحان ولا حاجه. من 30 ل 45 او الحته دي مهمه، هتلاقي من 30 ل 45 فوق بيديك تي 5 بس اللي شغال. ده معناه ان مفيش ولا سيستو شغال، يعني مفيش حاجه اسمها سيستو لوحده يشتغل. والاول بكام؟ بزيرو. سيستو لوحده يشتغل يعني المفروض لوحده كده مطلوب منه يبقى ماشي فيه كارنت لوحده، وهو اصلا اوبن سيركت يعني مفيش كارنت. السيستو عشان يشتغل او الدايت لازم يمشي فيه فورورد كارنت، مش بس يبقى يعني يمشي فيه فورورد كارنت، ما يبقاش هنا طبعا اوبن سيركت. ده مفيش كارنت ماشي، او هو ممكن يبقى ريدي ان هو يشتغل لكن استنى مفيش كارنت ماشي، يبقى بالتالي ايه هو مش شغال، يعني مش شايل كارنت، مفيش اي سيستو هنا شايلين كارنت من 30 ل 45 والبي ابو بيزي. طيب من 45 ل 90 هلاقي تي 5 وتي 6 اللي شغالين، 5 و6 فيزا ايه مش موجوده، يبقى ابو بتاعها بزيرو. هتلاقي بعد كده من 90 لحد 105 اللي شغال عندك تي 6 بس، معناه ان مفيش حاجه شغاله والابو بزيرو. كان عندك من 105 ل 150 تي 1 تي 6، فده طبعا بي اي طالع معايا، تي 6 دي بتاع بي، يبقى بي اي في على 2. طيب من 150 ل 165 بعد كده برضه هتلاقي بيقول لك ان في تي 1 بس شغال، يعني ده طبعا مش شغال، يبقى الابو بيساوي ايه؟ زيرو. من 165 ل 210 هتلاقي تي 1 وتي 2، هتلاقي الاوتبوت بتاعك بي اي سي على 2. ومن 210 ل 225 هتلاقي عايز يقول لك ان تي 2 شغال، ده طبعا مش شغال، يبقى الاوتبوت بزيرو. من 225 ل 270 هتلاقي سيستو الاثنين وثلاثة اللي شغالين، فده برضو فيزا ايه مش موجودة، لان ولا واحد ولا اربعة موجودين. من 270 ل 285 هتلاقي بيقول لك ان في ثلاثة بس اللي شغال من الرينج اللي فوق، يعني انت بتحط فيه الاني سيستو شغالين، فده معناه مفيش حاجة طبعا. طبعا 285 ل 330 هتلاقي في ثلاثة وفي اربعة، فتي اربعة موجودة، في عندي فيزا ايه 3 بي، يبقى بي اي بي على 2. من 330 ل 345 هتلاقي تي 4 بس، برضه معناه مفيش حاجة شغالة ويبقى في زيرو. من 345 بقى ل 360 هنلاقي إن اللي شغال عندي تي 4 وتي 5، فالأوتبوت بتاعك هيبقى في اي سي على 2. كده احنا عملنا ايه؟ بي اي سي على 2، جبنا كل انترفال وعرفت بي اوتبوت ماشي ازاي، احط الرسمه واعوض ايه فيها على طول، يعني ادوس على الرسمه على طول عند الاوتبوت بتاعي. في حته اسهل مني اقولها لما احط الرسمه على طول، احط الرسمه كده طيب. دي كده الابو، طبعا احنا قلنا الداش ده اللي هو الفيز، مش مهم بقى بالنسبه لي دلوقتي، عايز تقسم انت تقسم، مش عايز تقسم براحتك. وعندنا اي بي سابق ب 30، ده اللي هو اي بي، والاي سي ده هو ايه على 2 اللي هو متاخر ب 30. طيب البي ابو في البدايه خالص كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن من اول زاويه اللي بتساوي 105، اللي هي فين بقى 105؟ دي كده 90، تمام، هي دي 105. فا 92 تساوي 105 اللي بعد 90 على طول. كان مين اللي شغال؟
او تعالى بقى من البدايه زيرو، سوري معلش، من اول زيرو في عندي من زيرو 30 بي اس على 2، ادي الزيرو وادي ال 30 بي اي سي على 2 اللي هي دي الجزء ده كده، ده كده بي اي سي على 2 اللي هو لحد ال 30. طب في الجزء اللي هو 15 ده بزيرو، اللي هو الخط ده والخط ده المسافه ما بينهم 15 15 ديجري، وبعدين من 45 لحد ال 90 برضه بزيرو، وبعدين ال 15 التانيين اللي هم 90 ل 100 ايه 115 ال 105 كان برضه بزيرو. فكل ده كده من اول بقى ال 105 ظهر عندي ايه؟ ظهر عندي في اي بي على 2. فين في اي بي على 2؟ هو ده طيب لحد كام؟ لحد الانجل بعد كده اهو، انجل بعد كده كانت بعد ال 105 لحد 150، من اول ال 150 بقى لحد 165 بزيرو، وبعدين 165 هتلاقي برضو لحد 200 ال 165 بزيرو، وبعدين من 165 210 في عندي ايه؟ في اي سي على 2. فانا المفروض الحته دي اطلع ال في اي سي على 2 اللي هو ايه؟ اللي هو ده. طيب وبعدين من بعد 165 لحد 210 هتلاقي بقى من 210 225 بزيرو في الحته دي، وبعدين هتلاقي برضو من 225 270 بزيرو هي دي، وبعدين المده ال 15 التانيين اللي هو 270 285 بزيرو اللي هي الحته دي. بعد كده هتلاقي من 285 330 طلع عندك في اي بي على 2 اللي هو ده. كان في اي بي على 2، وبعدين هتلاقي في عندك 15 بزيرو اللي هو من 330 245، وبعدين هتلاقي عندك من 345 360 رجع بقى يمشي على في اي سي على 2. هي فين؟ البوينت دي لحد 360 انا عامل عندها ايه؟ السايكل بتاعها. طبعا دي المفروض ايه؟ هيكمل شويه، وده الشويه اللي هو كملهم دول، دول اللي هم ظهروا لي اصلا فين؟ في الاول هنا، هم ظهروا لي هنا في الاول، هم دول اللي كانوا ايه بيكملوا هنا. طيب كده احنا قسمنا ايه؟ قسمنا البي اوت بوت بتاعه، ده كده هو ده البي اوت بوت من 90 ل 150 زي ما احنا شايفين. هتلاقي برضو احيانا تلاقي النود بتاعتنا ايه؟ عندنا دايما تلاقي يا اما اثنين سايستو شغالين، يا اما نون، يا اما مفيش حاجه شغاله. يبقى في شويه تلاقي اثنين سايستو شغالين، وشويه مفيش ولا سايستو شغال. يبقى كام؟ من اول رينج من 0 ل 60 هتلاقي يا 3 يا 2 شغالين، من 60 ل 90 هتلاقي دايما 2 سايستو شغالين، من 90 ل 150 هتلاقي في شويه 2 شغالين وشويه ما فيش اي حاجه شغاله خالص. عشان كده كان بيظهر لي شويه لاين تو لاين على 2 وشويه بزيرو، لاين تو لاين على 2 وشويه ايه بزيرو. ده كده الجزء ايه؟ الاولاني في النوت الاولانيه في الجزء ده. النوت الثانيه هي ايه؟ لو انا عايز اجيب السايستو كرنت، انت بتاخد السايستو كرنت من على السيجنال دي، من على الويف فورم دي بتاعت الاوتبوت اللي برده نفسها الاوتبوت كرنت. طيب مثلا من الجزء الاولاني خالص اللي هو من مثلا من 105 ل 150، مين شغال تي 1 وتي 6؟ الجزء ده كده تي 1 وتي 6 شغالين. طيب في الجزء الثاني مثلا عندك تي 1 كان موصل برضو اللي هي من 165 في 15 بزيرو، من 165 اللي كان من 210 اللي هو هنا برضو، يعني تي 1 هنا ستيل شغال، وبعدين دخل معاه ايه؟ تي 2. تي 2 فلو انت عايز تجيب الكرنت بتاع السيستم هي الاريا دي، ده الافرج كانت الاريا دي والاريا دي على الاثنين، على في الاثنين باور، هي الاريا دي في الاثنين باور. طيب عايز تجيب الار ام اس، طبعا لو انت جبت التوتال اوتبوت ار ام اس هتلاقي برضو ان تي واحد ده شايل نص الاريا في الار ام اس، يبقى تقسم الاي اوتبوت كانت على جذر اثنين، يا اما تجيب له الاكسبريشن لكن برضو على ايه؟ الاثنين اريا دي، تجمع الاريا بتاعت السكورنج على الاثنين اريا دي وتقول ان هو بيتكرر كل اثنين باور. طيب ده كده هو سايستو كام؟ انا بقول لي بس المعلومه دي عشان انت مثلا لو جيت ترسم كل سايستو شغال من كام لكام، مثلا في الجيتنج انت ممكن ما تاخدش بالك ان كان في حته كده احنا كنسلناها، فالمفروض يبقى شغال كده 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 مثلا، ده كده اللي هو الجزء اللي هو شغال فيه، بس اكشوال يعني انت ممكن في الجيتنج مع بعض، مش معنى ان انت بقى الجيتنج اللي هو شغال، مش معنى ان انت بقى الجيتنج اللي هو اصلا شايل كلام، خلي بالك قوي من الحته دي ماشي؟ ده كده انت بعت له فايل سيجنال، لكن هو اصلا كان الجزء ده اصلا مش هيشتغل لان هو لوحده فما فيش فيه كلام، فمش هتاخد الاريا دي معاك، مش هتاخد التايم ده معاك لما انت تيجي تجيب الافريج سايز والكلام. هو بس الحته اللي انا كنت ايه عايز اقول لك عليها. طب بالنسبه برضه في اوتبوت ار ام اس انت ممكن تعمل اكسبريشن زي ما عملنا قبل كده، لكن برضو الدكتور هتلاقيه اداك البي اوتبوت ار ام اس في الرينج ده على طول بالقانون كده، طبعا اثبته برضو الانتجريشن لكن بطريقه ثانيه، يعني غير الطريقه اللي انا مشيت بيها حتى في البدايه خالص. ايا يعني كان بقى ايه اللي عليك، الاثبات عليك مش عليك، تعوض على طول في القانون. انت تتاكد بقى من الدكتور في الحته دي، 1 على فاي 5 فاي على 24 ناقص الفا على 4 زائد ساين 2 الفا على 16 زائد جذر 3 كوزين 2 الفا على ال 16. ده كده كله ايه؟ تحت الروت.
تاني ما تنساش ان الالفا بره لازم تتعود عنها ايه؟ بالراد، لازم تتعود عنها بالراد. طيب الكوزين او الساين على حسب بقى الكالكوليتر بتاعك. طبعا انت ايه هنا هتتعود باكسبريشن اكتر. طبعا ممكن في الامتحان يديك مثلا ال از مثلا بيساوي 100 فولت ويقول لك انا عايز اعرف الالفا بكام. طبعا انت مش شبه انتجريشن الموضوع بيبقى صعب شويه، من ساعتها هتحتاج تفك كل الانتجريشن مانيوال. لما انت تبقى حافظ الاكسبريشن ده هتعامل على طول ترايل اند ايرور وتجيب ايه؟ تجيب الالفا بتساوي كام؟ فالحته دي ايه؟ مهمه شويه. فمعلش تعالى نفسك ايه؟ واحفظ الاكسبريشن بتاع كل مود في الاوتبوت ار ام اس. طب طبعا انت عايز تجيب اي اوتبوت ار ام اس دبليو ريزيستيف لود اسم على الار على طول. الفيس كارنت هو نفس اللاين كارنت، عايز تجيب الباور فاكتور بنفس الطريقه اللي احنا ايه شرحناها في البدايه خالص. فالدنيا كلها هتلاقي مشيت معاك مجرد بس ما تعرف البي اوتبوت ار ام اس بيساوي كام. لكن الجزء الاولاني في الثري فيز اس تشوبر ده كان الجزء الاولاني في ايه في الثري فيز اس تشوبر. طيب عايزين ايه؟ عايزين كابيج جديد عشان في نوع جديد كده ما كانش موجود قبل كده، بقى موجود لكنه اسهل من ايه؟ من الجزء الاولاني يعني. اسهل من الجزء الاولاني ماشي. هو الجزء ايه؟ هو الجزء بتاع بقى حاجه اسمها دلتا كونكتد كنترولز. احنا كنا بنتكلم على الواي والدلتا مش بتاع السبلاي. احنا قلنا السبلاي هو ايا كان اداك ايه انت بتهتم بس انت تعرف دي لاين تو لاين ار ام اس بكام هتتصرف معاه مفيش اي مشكله. انما شكل الكونكتد نود ده او الكونكتد بتاع سيستو هي اللي بيختلف، هل زي ما احنا خدناه في الاول كان ستار كونكتد ولا دلوقتي بقى دلتا كونكتد. هنا بقى ايه؟ دلتا كونكتد. الموضوع اختلف لكن ستيل كل فيزه معاها اثنين سيستو، تي 1 تي 4 مع فيزا اي، مش عارف 3 و6 مع فيزا بي، 2 و5 مع فيزا سي، وهكذا. كل واحد برده معاه ايه؟ اثنين سيستو. طب فين الفي اوتبوت بتاعي؟ هو ده الفي اوت. فين الفي اوتبوت؟ هنا مكان ما داخل الكلام. طب لازم تحفظ كلام البيشنز دي. ده كده اللي هو اسمه ايه؟ في اي بي سمول. ده كده اللي هو بتاع فيزا ايه يعني، ممكن تسميه انت ايه؟ فيز ايه مثلا او ايا كان. فيز ايه مثلا في اي سمول مثلا، بس بلاش تعمل كده، لا خليك ايه في اي بي ايه سمول. هنا مثلا برضو الكلام داخل هنا ده كده في بي سي. طب هنا بلس ماينس في سي اي سمول. ده كده ايه الاوتبوتس بتاعتك. طيب يبقى فين الاوتبوت بتاعي؟ او هو اللي على كل ريزيستنس عليها فولت اوتبوت وماشي فيها كارنت اسمه اي اي بي. طبعا في عندي دلوقتي لاين كارنت اي اي والاثنين ما بقوش ايكوال مع بعض. يعني اللاين كارنت اي اي بي والكارنت اي اي اللاين كارنت والفيس كارنت اي اي بي ما بقوش ايكوال مع بعض دلوقتي، يعني ده مش ستار كونكت. الجزء ده سهل ولا اصعب؟ لا الجزء ده اسهل بكتير. ليه؟ في الاول في الاخر هتلاقي الجزء ده الاناليسيس بتاعه شبه بالظبط السنجل فيز اللي احنا كنا بنعمله كده. صح؟ كنا بنعمل كده في السنجل فيز وادي ريزيستنس وكنت بقول والله لو انت بعت ده الفا الثاني لازم يكون بعديه ب 180، الفا زي 180، هي نفس الموضوع بالظبط. طيب لو ده شغال يعني لو سيستو بواحد وصل او سيستو باربعه وصل معناه ان ده كده بقى شورت سيركت هنا اي واحد فيهم، معناه ان دايما هتلاقي ساعتها الفي اي بي بيساوي الفي اي بي كابيتال لاين تو لاين. طيب لو واحد ولا اربعه لو ده ما وصلش وده ما وصلش بقى اوبن سيركت يبقى بيساوي زيرو. فالموضوع ما فيش فيه احتمالات كتير اساسا، هو يا اما لاين تو لاين اي بي يا اما زيرو، ما فيش اي حاجه ثانيه. ده لو انا بتكلم على الفي اي بي. الفي بي سي نفس الكلام، يا اما يكون مش عارف بيساوي الفي بي سي لاين تو لاين يا اما زيرو. الفي سي اي نفس الكلام. ليه؟ لان في الاخر هل في سيستم من عنده هيوصل ولا لا؟ وصل بقى شورت سيركت بقى شايف نفس اللاين تو لاين ايه على طول. يبقى ده كده ايه البوسبيلتيز بتاعت الاوتبوت بتاعي بي اي بي سمول، يا اما يكون بي لاين تو لاين بي اي بي يا اما يكون زيرو، مفيش حاجه ثانيه. طب الفايرنج لو انت عملت ده فاير عند الفا ده هيفاير عند كام؟ الفا زائد 180 على طول في الجزء النيجاتيف بتاع السايت. طيب تعال مثلا نكمل بقيه الجزء ده. هنا بقى هنلاقي الاكسبريشن دلوقتي اتغير بتاع البي اس. معلش بقى دلوقتي ايه ركز قوي، هو مديك دلوقتي ايه في اي بي في بي سي في سي اي. قال لك انت معاك البي اس ده ايه؟ ده اللاين تو لاين ار ام اس. لاين تو لاين ايه؟ ار ام اس. في الجزء الاولاني انا كنت مهتم بالبي اي ان والبي اي بي على 2 والبي اي سي على 2، ده اللي كان احتمال يطلع لي. دلوقتي لا، ده المهتم باللاين تو لاين بتاع 3 فيز. ممكن يطلع لي اي بي لو انا مركز بس على البي اي بي سمول وانا محتاج بي اي بي بس، لو انا مركز على في بي سي يبقى انا محتاج في بي سي بس، ولو انا مركز على في سي اي يبقى انا مركز على ايه؟ في سي اي بس في 3 فيز. لكن اكشولي برضو بنحتاج الثلاثه نرسمهم وهقول لك ليه دلوقتي. انما اول حاجه ان البي اس يكون فهمنا ان هي اللاين تو لاين ار ام اس فولت. خلاص دلوقتي هنا لما تلاقي اي قانون بيعتمد على البي اس بنعوض بايه؟ لاين تو لاين ار ام اس. طيب الجزء 2 ده عشان يخليها ماكسيموم لو انا خدت الاي بي هو ريفرنس عن زاويه 0، ركز قوي 0 اهو، هتلاقي ده ايه ناقص 120 وده كده ايه
ناقص 120، هتلاقي ايه من هنا لهنا ده بقى ان انتوا حافظين اللي هو ايه 240 ناقص 240، فهتلاقي هنا 2 باي على 3 طبعا باي على 3 60، 2 في 60 120، لما تضربها في 2 يبقى كام 240، يبقى 0 ناقص 100 وبعدين هنا ناقص 120 ناقص كام 240، ده لاين تو لاين احنا حافظينه عادي جدا قبل كده اي بي بي سي سي اي. طيب عايزين نكمل؟ معلش انا رسمت بقى تاني، ما رسمتش تاني بس ايه هشرح لكم على الرسمه دي ان شاء الله. ايه هتلاقي الموضوع سهل، الموضوع كله بقى دلوقتي ايه في الساين ويف، ازاي ارسم بقى الرسمه دي؟ خلاص انت ترسم يا اما بالساين اكس يا اما مش عارف بجذر ساين اكس باي حاجه انت تختارها، بس الثلاثه يبقى مرسومين بنفس الايه الماجنتيود، وما تنساش الصفر الشيفت، يعني تختار اي واحده في الساين المسطره في الساين، اختار اي سيجنال، اختار اي ويف فورم، وتبقى هي للثري فيز بس كده بس كده. طيب عندي هنا ايه؟ ادي من الزاويه 0 رسم، بلاش من الزاويه 0 رسم ايه؟ رسم الاي بي ده كده اللي هو اي بي لاين تو لاين. طيب في بي ماكسيمم اللي هو ايه مش عارف جذر 2 بي اس اللي هو لاين تو لاين ارم اس موجود في جذر 2. طب الفي بي سي ده واخد نفس الماكسيمم بس متاخر ب 120. الفي سي اي نفس الماكسيمم ولكن متاخر مع الفي بي سي ب 120 او مع الاول خالص ب 240، يعني بعديها بعد انجل 240 ابدا ارسم ايه؟ الفي سي اي. انا كده رسمت ايه؟ رسمت الثلاثه لاين تو لاين ار الثلاثه لاين بتوع الثري فيز. عايز ارسم ايه بقى دلوقتي؟ عايز اقول تاني انا عايز ارسم مثلا في اي بي. في اي بي يبقى انا محتاج اشوف سيستور واحد وسيستور اربعه. لو اي واحد فيهم شغال يبقى انا طالع عندي في اي بي، لو مفيش ولا واحد فيهم شغال يبقى طالع عندي كام؟ زيرو. ده الموضوع بتاعي ايه؟ كله يعني مركز هنا على جيت رقم واحد وجيت رقم اربعه. مش عايز اركز على اي حاجه تانيه. جيت رقم واحد قال لك انا هبعت الالفا 120، ادي الالفا هي 120 فعلا، ده عند نفس النقطه اللي بدا من عندها البي سي يبقى فيها صح مظبوط. هبعت الالفا بتاعتي عند 120. طيب لحد كام؟ لحد 180. يعني عند 180 ايه؟ طب ده كده ايه؟ سيستور واحد. طيب سيستور واحد اشتغل يبقى انا عندي الفي اي بي هيبقى هو عباره عن في اي بي ايه؟ اللاين تو لاين. يبقى انا جيت هنا اهو فعلا عند ال 120 اللي هي الالفا، الاوتبوت بتاعي مشيت على الاي بي لحد الباور، ده الاوتبوت بتاعي. طيب بعدين هتلاقي مفيش اي حاجه تاني في السايستو رقم واحد، هاجي عند السايستو رقم اربعه الاقي ايه ده موجود هنا اهو من كام؟ من 120. هتلاقي موجود من 120 زائد 180 عشان انت اللي بترسم الحته دي. لو ده خلاص 120 انت رسمت الجيت دي من 120 180 خلاص، هتلاقي التاني 120 ايه زائد 180، من 120 زائد 180 هتلاقي الانجل دي بتساوي تقريبا 300. فدي عندي 300، رسمت الجيسنج الثاني لحد ال 2 باي قصادها على طول هتلاقي البي اي بي برضو ايه ظهر لي، لان انا ساعتها شغلت الايه سيستور اربعه، يبقى انا ماشي على ايه؟ على اي بي. ادي هو الاي بي برضو اهو ثاني اهو، ايوه من اول هنا اهو مشيت على الاي بي، ده الوقت اللي شغلت ايه سيستور اربعه. طب غير كده بزيرو، غير كده ايه بزيرو، ادي دلوقتي كده غير كده مفيش لا سيستور واحد ولا سيستور اربعه شغال، مش عارف بيمشي عليه بزيرو. هنا بقى خلاص دلوقتي كده السايكل خلصت، ال 2 باي خلصوا هنا، ادي 2 باي، وبعدين ايه ابدا اكرر بقى الرسمه بتاعتي. طيب اللي انا رسمته ده ايه؟ ده الفي اي بي الاوتبوت بتاع الفي اي بي. طب لو انا كنت عايز ارسم مثلا في بي سي، ده في بي سي مش عارف موجود مع سيستور 3 و6 باين 3 و6 لو انا كنت صح، او الفي بي سي موجود مع 3 و6 مظبوط. طب المفروض اصلا طب الفاير بتاع 3 هيبقى كام؟ ده خلاص ده 3 فيز نفس الطريقه، مش احنا قلنا معلش سيستور واحد عندي سيستور اربعه، سيستور ثلاثه، سيستور سته، سيستور خمسه، سيستور اثنين. هنا ده فيز ده بقى اللي هو اي بي سمول، ده بي سي وده ايه؟ سي اي. سيستور واحد احنا قلنا هي ايه؟ عند الفا، يبقى على طول هتلاقي الثاني عند الفا زائد 180. طب بي سي ده بعديه في 3 فيز على طول ايه؟ بعديه ب 120، الفا زائد 120. طيب ويقفل عند ايه؟ تجمع عليه 180. طب سي اي يبقى الفا زائد 240 واقف على طول ايه بعد 180. انا الفكره كلها بس بجمع 100 وايه 120 120 120 عشان ده 3 فيز. لكن لو انا فهمت الاي بي خلاص الباقي كله زي بعض، انا خلاص عرفت دلوقتي سايستو 3 وسايستو 6 اشتغل فين. جيت كده عند جيت رقم 3 اهي، عرفت ان بدايه الانجل بتاعتي عند 120 زائد 120 يعني 240 اهو، دي كده اللي هي ايه 240 هو 180 زائد 60
ادي جيت رقم 3 اهو، ده كده قصادها على طول هلاقي ايه البي سي مطلع اوت، او اللي هو البي سي اسمه ماشي على البي سي. طيب لو انا جيت مثلا جيت رقم 6 المفروض بعديها ب 180، يعني الفا زائد 120، 120 زائد 120 240 زائد 180 هتلاقي فيها مش عارف 400 وكام، لحد 420 طيب كده. ادي فين جيت 6، ادي جيت 6 اهي، دي طبعا اللي هي هتلاقيها متكرره، و6360 و6360 هتلاقي الجزء اللي انت قلت عليه هي دي، اللي هو من بعد من بعد ال 360 اللي هو 200 اللي هي 420 هنا اهي، دي طبعا دي 360، 360 زائد 60 اللي هي 420، لكن دي بعد ال 360 فهتلاقيها متكرره هنا اهي. في الوقت بتاعها هلاقي على طول ايه البي بي سي سمول، هو ايه هو نفسه البي بي سي هو ماشي عليه، يطلع ساعتها ايه الفولت بتاعه هنا برضو، هنا الحته دي هتلاقي ايه فين البي بي سي اهو الجزء ده ماشي، ده اللي هو طلب منك ترسم الاي بي والبي سي والسي اي، لكن ممكن يطلب منك بس ترسم الاي بي، الاي بي اللي هو الجزء اللي احنا ايه رسمناه في البدايه فقط. السي اي بنفس الموضوع هتلاقي برضو بعدين 120 هتلاقي ايه مش عارف هتلاقي رسمه مش شايفها تقريبا، يعني هترسمه بقى تعمل فيس تعمل شيفت 120 وتعمل نفس العمليه ماشي، لكن احنا بنشرح بس برضو في الايه لو هو طلب منك بس ترسم حاجه واحده ترسم الاي بي بس، مش محتاج ترسم كل الفولتجز بتاعتك، الاي بي يبقى موجود انت تشوف على طول سيرستر واحد سيرستر اربعه، واحد هيفاير عند الالفا واحد هيفاير عند الالفا زي 180. طيب السيرستر بعد كده يبقى شيفت 120 120 120 لو انت عايز ترسم البي سي او السي اي. طيب خلاص احنا دلوقتي كده عرفنا ايه، عرفنا الاوت. طب احنا بنقول الاوت ده كان على ريزيستنس، يبقى على طول الاي اي بي هيبقى موجود لما يكون موجود البي اي بي لكن مقسوم على ايه على ار، فهتلاقي على طول ادي الاي اي بي اهو ده اللي هو الفيس كارنس لما ده كان موجود اه ده هو برده موجود اهو لكن واخد سكيل ايه بريزيست. ممكن تعمل بنفس الرقم نفس الرسمه برده على بتاعه الساين انت اخترتها وتكتب بس ده اي اي بي، مش مهم انت تبين ان هي اصغر او اكبر او كده. طيب برده لما كان موجود مره ثانيه هنا في النيجاتيف هو برده زي ما هو موجود بنفس الشكل بالظبط لان هو ريزيستنس يبقى كده نفس الشكل. طيب كده انت جبت الايه الفيس فولت رسمناه ورسمنا الفيس كارنس، لكن في حاجه تانية مهمه بقى انت عايز ترسم اللاين كارنت. اللاين كارنت اللي احنا رجعنا كده فوق احنا عايزين نرسم اللاين كارنت اللي هو اي اي ده معتمد على اثنين كارنت في كيس ال عباره عن اي اي بي ناقص اي سي اي اللي هو الكارنت اللي هنا والكارنت اللي هنا في كيس ال، وبالتالي انا بس بقى في الفيس كارنت مش هعرف ارسم، مش هينفع ارسم الاي اي بي بس، ده انا عايز ارسم كمان ايه الاي سي اي او في نفس برضه فكره انا عايز اجيب اي بي من غير ما اعمل شيفت، عايز احسبها من الرسمه واحده واحده، يبقى برضه محتاج اجيب اثنين فيس كارنتس. عشان كده لما جينا رسمنا كده فولت في البدايه انا رسمت الثري فيز ما رسمتش الاي بي بس، لو كان عايز رسمه الفولت كنت رسمت الاي بي بس لان هو ده اللي انا هركز عليه وانا بحسب ايه لما برسم بي اي بي مش محتاج اي فولت تاني، لكن اكشولي انا احتجت ثري فيز فولتجز عشان قصادهم برضه يكون في نفس الثري فيز كارنتس. لما جيت قلت كده اي بي سي واي سي اي ككل واحده قصادها جيتنج بتاعها عرفت شغاله فين، فده يبقى نفس الشكل بتاع الفولت. مثلا الاي سي اي ده اللي كان موجود ما بين عند جيت 5 وجيت رقم 2، ادي جيت رقم 2 هنا ده وجيت رقم 2 فين، ادي جيت رقم 2 هيطلع ايه النيجاتيف بقى، فده نفسه هيبقى نفسه الاي سي بنفس شكل الفولت والفي سي اي موجود هنا برضه. يبقى انا احتجت ليه ارسم الاي سي اي والاي بي على الاقل عشان اقدر ارسم اللاين كارنت اللي اسمه اي اي، اي اي ده اللي هو اللاين كارنت كان بيساوي اي اي بي ناقص اي سي اي عشان على الاقل ايه عارف ارسم اللاين كارنت اي اي. طب اي اي دلوقتي اقدر ننزل زي ما هو زيرو ناقص ناقص بالنيجاتيف ده يتقلب بقى عشان انت بتقول زيرو ناقص ده، طب ده بالنيجاتيف اي بوزيتيف اهو نفس الفكره بقى كده، لو هنا مثلا اي اي بي بزيرو طب هنا ده بوزيتيف يبقى زيرو ناقص بوزيتيف يدي ايه يقلب بالنيجاتيف، فاحنا كده رسمنا ايه اللاين كارنت اي اي بس ده كده ايه اي اي اللي هو اللاين كارنت اي اي، يبقى جبنا فيس كارنت اي اي بي واي سي اي عشان اقدر اجيب اي اي لاين كارنت وسلنا فوق خالص البي اي بي ماشي. مفهومنا قوي جيتنج مهمه جدا ازاي ببعت جيت 3 فيز لما يكون الشكل دلتا، على فكره الشكل الدلتا دي قلنا اسهل بكتير ده شكل بالظبط السنجل فيز بالظبط، الحاجه اللي زادت عندي اللاين كارنت. طيب نادي ايه لا احنا عايزين الكالكوليشن مش الكالكوليشن كده البي اوتبوت ار ام اس
انا عايز احسب البي اوت ار ام اس. لو جت كده للرسمه بتاعت اي بي، الاي بي موجود من زاويه اسمها الفا، الباي موجود من الفا دي قصدي اي دي نيجاتيف، لكن في الار ام اس هيساوي الجذر عندي موجود من الالفا لحد ايه الباي، ماشي على ايه؟ ماشي على الديفينيشن بتاع دي اي بي كان بيساوي جذر 2 دي اس ساين اوميجا تي، ده هو اللي بدا من زيرو وبالتالي جذر 2 دي اس، وقلنا دي اس هو ايه؟ اللاين تو لاين ار ام اس. اللي هو اللاين تو لاين ايه؟ ار ام اس. طيب لو جينا نعمل الاكسبريشن ده، على فكره لو جينا نعمله كده بالانتجريشن هيساوي، هتلاقي طلع كده في اس زي ما هو مكتوب هنا كده في اس 1 على باي باي ناقص الفا زائد ساين 2 الفا على 2، كل ده تحت الجذر. عارفين ده الاكسبريشن بتاعتي ده تقريبا نفس الاكسبريشن بتاع السنجل فيز بالفي اس برضه، لكن في اس اس ايه؟ هي اللي احنا معناها هتغير بالنسبه لنا. في اس هنا ده دلوقتي كده ده اللي هو 3 فيز لاين تو لاين. لكن طلع تقريبا نفس الشكل اللي كان بيطلع في السنجل فيز. في السنجل فيز اس تشوبر في بيو ريزيستيف لود لو انتم فاكرين تقريبا طلع نفس الاكسبريشن ده. ممكن تتاكدوا منه مره ثانيه. طب انا دلوقتي جبت ايه؟ جبت الفي اي بي ار ام اس. طب ده ريزيستيف لود يبقى اي اي بي سمول ار ام اس هيساوي ايه؟ اقسم على الريزيستنس على طول. طب عايز اجيبه باكسبريشن خلاص برضه هات من الفا للباي وبيتكرر كل 2 باي يبقى 2 باي في 2 الفا للباي يبقى جذر 2 في اس على ساين اوميجا تي لكن على ريزيستنس ار كل ايه؟ سكوير. طب الاي ثيريستور ار ام اس لو جينا هنا كده عايز ارسم الثيريستور كام؟ الثيريستور هنا لما كان اي بي شغال الجزء ده كان الثيريستور واحد بس اللي شغال اهو ده الثيريستور واحد مفيش حاجه مره ثانيه يبقى هنا دلوقتي كده سايستو واحد فهمت الكلام هنا. طب هنا سايستو اربعه لكن نص الاريا بس فيبقى اي اي بي نعمل له اكسبريشن مفيش اي مشكله يقول اي سايستو خد واحد سايستو بس الباقي كله ايدنتيكال ده موجود مره واحده بس في الاثنين باي يبقى جذر واحد على اثنين باي وانتجريشن موجود من زاويه اسمها الفا لحد الباي يبقى الفا لحد الباي جي تي الكل ايه سكوير. هتلاقي فعلا في علاقه بس كان ايه رقم 2 مليون عشان كده بقول ايه بس على جذر. طيب الباور فاكتور بقى الباور فاكتور هي بي اوتبوت على الاس انبوت وهتعوض طبعا 3 اي سكويد ار وهنا 3 دي اس اي اي بي ماشي ماشي. طبعا انا ما عادش اتاكدوا بقى من اي اي بي دي ممكن تسالوا فيها الدكتور هي هل هي اي اي بي ولا المفروض تبقى اي اي لاين اللي هو اللاين كارنت ممكن تتاكدوا من الدكتور فيه. طيب هتلاقي هنا دي الحته اللي احنا قلناها بتاعت الكي سي ال لو انا عايز اجيب اللاين كارنت اي اي بي واي بي واي سي احنا عايزين نجيبهم. طيب الانجاب بتاعت الالفا فاكرين الالفا في البيور في السنجل فيز كنا بنقول لو ريزيستيف لود كان من زيرو لحد ايه الباي طبعا لما دخلنا في الار ال كنا بنغير الموضوع هنا برضو ايه خلاص هي برضو من زيرو لباي الالفا ممكن تبقى من زيرو لحد ايه لحد الباي طبعا لو عندي زيرو يبقى انا واخد شكل الفولت كله يبقى انا عندي في اب بي اس ولو عندي الباي يبقى انا ما خدتش اي اريا يبقى الفي اب بكام بزيرو فولت ما بينهم يبقى انت بتعمل تشوبينج وبتغير الار اس اي فاليو. طيب عايزين نشوف ايه بقى عايزين نشوف مساله الشيت في اخر بقى سؤال في الشيت على الجزء ده بيقول لك نديك اللي هو دلتا في النيكيد اهو كنترولر اللي هو الحته كنا بنتكلم فيها يقول لك الريزيستنس 10 اوم يديك 208 في لاين تو لاين ار ام اس ده دلوقتي هنا ايه ده البي اس وصل لاين تو لاين ار ام اس ونديك الالفا 120 يعني نفس الرسم اللي احنا ايه اللي احنا كنا رسمناها من شويه او كانت اللي احنا كنا واخدينها ايه قبل من شويه. اول حاجه عايز اعرف البي اوت ار ام اس بيساوي كام هنا هتيجي طبعا في اول حاجه اول نقطه هتعمل ايه كل الفكره انت هتابلاي بس الاكسبريشن اللي انت عارفه يا اما تعمل اللي هو حته الانتجريشن هتلاقي دي اوتبوت ار ام اس طلع ب 92 فولت تقريبا وهتلاقي طبعا معايا طبعا هتلاقي الاي اوتبوت ار ام اس 92 على 10 اللي هي على الريزيستنس يديك كام؟ يديك تقريبا 9.2 امبير عشان النقطه بتاعتها بي بي بيقول لك انا عايز اعرف الاكسبريشن للفيز كارنتس خلي بالك اول كارنتس اللي هو ايه اللي هو عايز اعرف اي بي وبي سي وسي اي لو جينا كده رجعنا للصوره اللي كانت من شويه اهي هتلاقي ان انت موجود عندك الجزء ده كده عندك اي بي موجود اهو اللي هو الكارنت اي بي موجود هنا والبي سي موجود هنا والسي اي موجود هنا انت هتلاقي تمام انت مقسم بتاع هنا متقسمه ب 60 درجه ففي كل 60 هتلاقي في كارنتس بالتالي احنا ايه هنحتاج نقسم الانجتيف نفس الموضوع. طيب حاجه بس تاني ممكن ما اعرفش انا قلتها لا الكارنت او اللي كوندكشن بيو ريزيستيف لود عندي سايستور كده وسايستور كده البيو ريزيستيف لود قلنا عند فلما يجي يوصل عند الباي يقوم ايه؟ يقوم بقى خلاص بقى زيرو لان مفيش اندكتور مفيش لسه اي انرجي ستور ولا اي حاجه. فكان بيقفل عند الباي يعني هو من الفا لحد الباي. طيب قلنا هنقسم الاوميجا تي فبرضه مش هكتبهم كلهم لكن هتلاقي الاوميجا تي اللي هي من اول الزيرو لحد ال 60 هتلاقي عندك اي اي بي وعندك اي بي سي وعندك اي سي اي. طبعا ده كله برضه لاين تو لاين فهتلاقي ايه اللي هو نفسه بيبقى نفس شكل الفولت اي بي وبي سي وسي اي لكن مقسوم بس على الريزستنس.
فهتلاقي الـ value دي الوقت ده كان الـ AP بيساوي 0، الـ BC كان هو طبعا هيبقى معتمد على الـ PC اللي هو الساين، هتلاقي أكيد أوميجا T ناقص إيه؟ ناقص 120، أوميجا T ناقص 120. المفروض برضو الـ B أو الـ CB CA هتلاقي برضو عبارة عن ايه؟ ساين لو هو موجود، مش فاكر الرسمة كانت ايه بالظبط، ممكن نشوف الرسمة. الرسمة هتلاقي في أول جزء عندك ال ادي هنا هتلاقي في اول جزء هتلاقي الاي اي بي بزيرو، هتلاقي الاي بي سي بزيرو، الاي سي اي هو اللي موجود، الاي سي اي هو الايه؟ هو اللي موجود من الزيرو لل 60، فده طبعا ده بزيرو كده. وهتلاقي ده ايه؟ اوميجا تي ناقص 240. طب الفاليو دي هنا بكام؟ قلنا طبعا هي نفس الفولت اللي هو جذر 2 في اس على الريزستنس او 4، هتلاقي الفاليو دي طلعت بجذر 2 208 على ال 10، هتلاقيها بتلاقي تقريبا بتساوي 29.4 اللي اعلى نقطه في الساين بتاعه الكارت 29.4 وهكذا. تقدر بقى ماشي بالاكسبريشن مش عارف من 60 ل 120 تحط نفس الاكسبريشن كده. طبعا انت برضو عايز تضيف هنا الاي اي مثلا تقول عباره عن اي بي نايس اي سي اي، معلش ركز برضو في الحته دي عرفتها مره، اي بي بزيرو يبقى ناقص 29.4 ساين اوميجا تي ناقص 240. يبقى في نفس الوقت عرفت تكتب الاكسبريشن بتاع اللاين كارنت، عرفت تكتب الاكسبريشن بتاع الفيز كارنت والفيز فولت بتاع طبعا، واللاين كارنت اي اي عرفنا ازاي نجيب اي اي بي ناقص اي سي اي، اي اي بي في الوقت ده كان بزيرو، اي سي اي هي الباد فاليو تديها نيجاتيف بس، ماشي عشان تركز بس في الحته دي. طيب وهكذا ده كده اللي هو كان ايه؟ كان تاني مطلوب بالنسبه لك انك تعمل ايه الاكسبريشن بتاعك. تالت حاجه عايز يعرف الارم اس فيز اند لاين كارنت، خلاص الفيز كارنت احنا عرفناه، يا اما ممكن تجيبه ايه ده كده اللي هو ايه الفيس كارنت، يا اما تجيبه بي اوت ارم اس على ريزيستنس، يا اما تعمل انت الانتجريشن بتاعك. طب اللاين كارنت بقى، اللاين كارنت برضه عشان عارفين عايزين ممكن طبعا احنا حاطين الصوره بتاعته هنا مش هنتكلم عن اللاين كارنت دلوقتي. اللاين كارنت ما ينفعش تحفظ له اكسبريشن، ليه؟ هتلاقيه بيتغير بيدبند على الارض. لو انت جيت شفت كده المحاضره هتلاقي الدكتور اتكلم في الحته دي شويه كده، فانت ممكن تقراها وتعرفها، لكن هتلاقيه بيعتمد ايه في الاخر؟ بيعتمد على الارض، وبالتالي ما هوش شكل محدد. فانت لازم تجيبه منين؟ تجيبه من الانتجريشن بتاع كل كيس عندك، يعني تجيبه على حسب الاوتبوت بتاعه تجيب الانتجريشن بتاعه. مثلا اي اي اهو هنا اهو موجود في الجزء ده هنا اهو، لو انا خدت الايه دي بيتكرر كل شويه، طبعا ده في الار ام اس يبقى النيجاتيف هو نفسه البوزيتيف، فاهم دي موجوده في الحته دي. طبعا ده ايه في الرسمه دي ممكن بعد شويه او في المحاضره مثلا هتلاقي لما غير اصلا الشكل بتاع الاي سي اي ده اصلا اتغير، يعني اللاين كارنت اللي هو الاي اي ده اتغير اصلا، يعني هتلاقي واخد شكل كده غريب شويه. طب هتجيبه منين برضو؟ هتجيبه انا في الاول وفي الاخر بمشي اكسبريشن، لما اجي اعمل اي انتجريشن انا هنا كده هجيب الاي اي معلش هنا ده اللاين تو لاين كارنت بجيبه في الاخر ايه باكسبريشن. طب اكسبريشن اول حاجه 1 على 2 باور، لا ده هو بيتكرر مرتين في الاثنين باور، يعني ايه في 2 انتجريشن. المفروض ان انا اخد من كام؟ اخد من الزاويه دي اللي اسمها الفا لحد كام؟ لحد باي. طب انا هنا مقسوم لايه جزئين؟ من الفا لحد اللي هي الفا 120 لحد تقريبا النقطه اللي هي كانت دي هي نفسها باي، سوري هنا من الفا لحد هنا باي، وهتلاقي الجزء الثاني هتلاقي من ال 60 اللي بعد ما مش عارف من باي 180 240 حاجه زي كده. فهتلاقي من الفا لحد باي هنا الفا دي اللي هي 120 لحد 180، ده ماشي على الاي بي هو جذر 2 بي اس على الريزستنس 4 10 ده اللي احنا حسبناه شويه 29.4 ساين اوميجا تي. طبعا ده كده كله ايه؟ سكوير زائد انتجريشن من 180 ل 240 بجذر 2 في اس على 10 في ساين اوميجا تي، ولكن ده كان كام؟ كان اللي بعدها على طول كان ناقص 120 كل سكوير، ماشي؟ ولا ده كان اي سي اي؟ اي سي اي اللي هو ناقص 240. ناقص 240 ماشي؟ اللي هو ايه؟ اي سي اي. طيب يبقى دايما كده تخلي نمشي على ايه؟ على الاكسبريشن. مهم قوي ايه وانت بتحسب اي حاجه في الانتجريشن تمشي على الاكسبريشن. معنى ايه تاني؟
ان انا مثلا من 0 هتلاقي من 0 ل 60 انا جبت هنا اكسبريشن لاي اي، مش عارف من 60 ل 20 هجيب اكسبريشن لاي اي، من كام لكام وهكذا. بتختار حته كده معينه تبقى اسهل حاجه بالنسبه لك من عدسنا ان انت تعمل عليها الانتجريشن، ماشي؟ عشان مثلا هتلاقي في المحاضره مش عارف في شكل عامل كده، مش عارف كده وبعدين كده وبعدين كده مثلا. تعمل زي ده في الانتجريشن، تاخد الجزء ده بالاكسبريشن اللي هنا وده الاكسبريشن هنا والاكسبريشن هنا. طب هنا ده الاكسبريشن ممكن تلاقي ايه، مش عارف ممكن تلاقي حاجه بقى ساين ناقص الساين، تاخدها زي ما هي كده وكل سكوير على الكالكوليتر وتحسب ايه اللاين كارنت ار ام اس من هنا. يبقى كل اللاين كارنت ده بيدبند ايه، بيدبند على الالفا بتاعتك، على الالفا بتاعت المساله. طب لو جيت عملت حسبت انت الانتجريشن بتاعك هتلاقي اللاين كارنت طلع كار ام اس طلع ب تقريبا 13 امبير، تعرف الاي اي يساوي 13 امبير. في النقطه رقم دي بيقول لك انا عايز اعرف الانبوت باور فاكتور، احنا قلنا كده تاني عشان نجيب الانبوت باور فاكتور هي البي اوتبوت على الاس انبوت. طب هتلاقي بي اوتبوت احنا عارفين ان هي 3 بي اي بي ار ام اس بي اي اي بي ار ام اس كده معايا. طب هنا الانبوت 3 في البي انبوت اللي هو بي اس في الكارنت، هتلاقي ضرب في اي اي بي زي ما قلت في الحته دي ايه، تاكدوا منها ان يعني زي ما هي اي اي بي زي المحاضره، يعني بيكتب زي المحاضره تاكدوا منها. هتلاقي ايه، هتلاقي مش عارف الكارنت اللي هنا هيروح مع الكارنت اللي هنا، وهتلاقي 3 راح مع 3، هتلاقي بي اس راح مع بي اس، يبقى لك اكسبريشن كان موجود خالص في الاول اللي هو الجاز يعني. او لو انت عوضت بالكلام ده اي بي طلع ب 92 على البي اس لانت 1 جنب 2 يطلع لك الباور فاكتور ب 0.442 لاجل. وزي ما قلت لكم اتاكدوا لان المنطقي يعني ان هي تكون بي اس في اي اي، يبقى 3 بي اس اي اي دي اللي هي بكام؟ 13 امبير اللي احنا حسبناها. لا لا سوري هي مظبوط هي اي اي بي سوري، لان احنا ما جيناش شفنا رسمه كده فوق. في الاخر هي الانبوت هيعتمد على اي بي على الكارنت اللي ماشي ماشي. هي صح هي اي اي بي زي ما هي مظبوط مش اي اي. طب اخر حاجه عايز اعرف الار ام اس سايز تو كرنت، وده احنا اتكلمنا عليها من شويه ان هي كانت بتساوي ايه الاي سايز ار ام اس، قلنا ان هو بيساوي لكن رقم اي تقريبا او حاجه كده اي حاجه، ان اي سايستور هو كان في واخد في الاثنين باي نص الاريا بتاعت الاي اوتبوت اللي هو اي اي بي، وبالتالي نص الاريا في الار ام اس يعني تقسم ايه اللي هو اللي واخد اريا اكبر على جذر الاثنين. هتلاقي مش عارف دي كانت 9.2 تقريبا على جذر الاثنين، هتلاقيها طلعت ب 6.5 امبير تقريبا ماشي. فده كده ايه، ده كده الثري فيز تشوبر، ده كان اخر جزء خالص في الشيت، اخر مساله خالص اللي هي الدلتا. شفنا ان الجزء اللي هو بتاع الدلتا كونكتور اسهل بكتير من ايه، من الجزء الاولاني ستار والمودز وتقعد تعمل انترفيز وهكذا، ومهم قوي ايه نعرف لو في حاجات تحفظوها او ازاي تشتغل باكسبريشن في الانتجريشن. السلام عليكم.